والله يعني صباح النصر اللي احنا متعودين عليها قليلة مش كفاية النهاردة بجد. صباح أحلى نصر وصباح الانتصارات خلينا نقولها بهذا الشكل بجد. والله العظيم الواحد سعيد من قلبه رغم ان احنا لسه في منتصف الطريق، احنا لسه بدري علينا، احنا لم نحصل على أي ميدالية لسه. زي طبعا وهأكد كلام كابتن محمود الخطيب وهنتكلم في التفاصيل، احنا لسه ما عملناش حاجة، بس من حقنا نفرح يا جماعة، من حقنا ان احنا نفرح ومن حقنا ان احنا نصبح على حضراتكم ونصبح على نفسنا، نقول صباح النصر الجميل وصباح الانتصارات اللي ان شاء الله كمان هتيجي، وصباح الاهلي اللي مفرحنا والتركيز. ويمكن احنا عاده في الشوط الاول ما بنبقاش الافضل، لكن كل مره الحمد لله حتى هذه اللحظه في الشوط الثاني بتقدر ان انت تعدي يعني وتتالق وتفوز وتحقق النتيجه المرجوه، حاجه كانت عظيمه. كل التفاصيل دي هنتابعها مع حضراتكم النهارده على مدار اكيد الحلقه، بس في البدايه اسمحوا لي اقول لكم صباح الفل، صباح النصر، وصباح كل حاجه حلوه علينا جميعا يا رب. بونجور يا كريم وصباح الهنا. صباح النصرين المتتاليين اللي بيشملوا اداء من الصنف الفاخر شيء مشرف. كل المصريين متوحدين الفترة دي الحقيقة في متابعتهم للنادي الأهلي، على فكرة أهلوية وغير أهلوية، اللي حاصل ده شيء مشرف جدا. اللي حاصل ده يورينا يعني إيه، وده سؤال دايما بنسأله في أوقات معينة، هي إيه حكاية روح الفانيلا الحمراء؟ يعني إيه روح الفانيلا الحمراء؟ بقينا نشوف لها إنعكاس على أرض الملعب من خلال أداء مشرف جدا. كل اللعيبة متألقة. حلقتنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم إن شاء الله من خلالها عن كل التفاصيل المتعلقة بالماتشين اللي فاتوا وباللي جاي، واللي جاي ده مش هين بأي حال من الأحوال. هنتكلم معاكم عن كلام كابتن محمود الخطيب والرسالة اللي وجهها للعيبة، برغم إن هو طبعا كان أصيب بدور برد بنتمنى له أكيد الشفاء العاجل، وقال بحذافيره اللي أنت قلتيه من شوية اللي هو إيه، إن إحنا لسه في نص الطريق لسه ما حققناش ميداليات. اي ميداليات بالظبط، انا بتفق معاك جدا. هنتكلم على كل حال بالتفاصيل في الفقره الاولى يعني مع استاذنا، او يعني هيبقى في كده كلام رايح جاي معانا. فقره هيبقى معانا علي محمد علي، هو ووالدته منورنا، وهم وهو احد ابطال السباحه. وعايز اقول لكم كمان يعني من فكره هنا القادرون باختلاف، اللي هو يعني كان ضمن برنامج قادرون باختلاف اللي احنا بنتشرف بيهم بالمناسبه طبعا. الفقره الثانيه واللي هنتكلم فيها بقى بالتفاصيل معانا كابتن اسلام شكري مهاجم منتخب مصر السابق، وفقرة هتكون طبية أخيرة مع دكتور دينا أبو السعود. نبدأ بقى حديثنا ونتكلم في المهم، ونتكلم على الحمد لله تاني فوز في كأس العالم للأندية. النادي الأهلي قدر إن هو يوصل للدور نصف النهائي للبطولة بعد الفوز المستحق خلينا نقول، والحمد لله القوي، والفوز اللي كان شوية هقول فيه رعب، أو مش هقول فيه رعب كريم بلاش كلمة رعب، فيه قلق، كان فيه قلق عندنا إن أنت كل ماتش كنا بنقول إن ده بطولة في حد ذاتها. فالحمد لله كان شوية فيه تخوف، كان شوية فيه رعب على مصلحة النادي الأهلي خلينا نقولها بهذا الشكل، على مستقبل النادي الأهلي، لكن قدرت إن أنت تعدي. الشوط الأول ما كانش يمكن الأفضل، لكن الشوط الثاني كالعادة أنت نورت فيه وحققت فيه حاجات كتيرة جدا. فنقدر نقول دلوقتي ان احنا فزنا على خلاص سياتل ساوندرز، ودي كده كانت المرحلة التانية. لسه عندنا مراحل كتيرة جدا، لسه عندنا اهداف كتيرة جدا. فسو فار زي ما بتقال كده احنا ماشيين بخطوات سليمة. امبارح مجدي قفشة مش عشان هو جاب الجول، بس بجد اللي حصل امبارح كان حلو. عودة اللعيبة بتوعك مرة تانية يا كريم، في كل مباراة بتلاقي اتنين تلاتة لعيبة بيرجعوا مرة تانية للتألق بتاعهم للصورة اللي انت تعرفها عنهم، ده في حد ذاته انتصار، وانتصار هيرجع للاعب وهيرجع للإدارة وهيرجع للإدارة الفنية. دي مش سهلة ان انت يبقى عندك مستوى معين من اللعيبة تذبذب في بعض الأمور او في بعض الأحيان، وبعد كده عاد مرة تانية للتألق بتاعه. انا اعتقد ده انجاز يعني كبير جدا بيحسب لكل المنظومة. فبجد مبروك علينا قفشة امبارح، وطبعا هو كان رجل المباراة. ولسه عندنا بقى المرحلة القادمة اللي هي ربما تكون دلوقتي الأصعب خلينا نقول، طبعا ريال مدريد يوم الأربعاء اللي جاي بإذن الله. لا هتبقى فيها تنافسية، هيبقى فيها ضغط أكيد شديد جدا، هيبقى فيه كلام كتير جدا، مش هنقول توقعات، ولكن هيبقى فيها كده زي دراسات وقراءات مختلفة وقراءة مختلفة للي بيحدث. فبإذن الله الدنيا تعدي على خير، بإذن الله نقدر إن احنا نحقق اللي احنا ما حققناهوش نقدر نقول يا كريم قبل كده. يعني الموضوع ما هوش يا جماعة صعب قوي، ما هوش حلم صعب تحقيقه، لكن أكيد هيبقى فيه لازم تركيز، أكيد هيبقى فيه شغل على الأرض محتاجين إن احنا نعمله. فبإذن الله خير يا رب إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن وأحسن بإذن الله على النادي الأهلي.
وطبعا شفنا اداء تاني نرجع ونقول اكتر من ممتاز في الماتشين اللي فاتوا، ولكن اكيد لكل مقام المقال، ومقام ريال مدريد مش مقام هين باي حال من الاحوال، وكذلك الحال احنا كمان، وشفنا مليون تفصيله تؤكد ان احنا كمان فريق مش سهل. طبعا فيما يتعلق بقفشه، فطبعا قفشه خلاص خلص الكلام كله وجاب من الاخر بهدف ولا اروع، تسديده صدها حارس سياتل، لكن قفشه يعني ما سكتش، خلص بتسديده ثانيه وجاب منها هدف الفوز. قفشه طبعا يستحق تماما لقب رجل هذه المباراه، مفيش كلام. وبالنتيجه دي بقى بيضرب الاهلي موعدا مساء يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله، يوم 8 فبراير، مع ريال مدريد الاسباني في اول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخهم، والمواجهه الرسميه الثانيه على المستوى الرسمي مع بطل دوري ابطال اوروبا. لو تفتكروا حضراتكم اللقاء الاول كان مع بايرن ميونخ الالماني في نصف نهائي كاس العالم للانديه يوم 8 فبراير 2021، انتهى يومها بفوز الفريق الالماني. سبق للنادي الاهلي ان هو لعب في نصف نهائي كاس العالم للانديه 4 مرات، الاولى في نسخه 2006 فاز فيها الاهلي باول ميداليه برونزيه في تاريخه في هذه البطوله على حساب كلوب امريكا المكسيكي، المره الثانيه كانت في نسخه 2012 احتل وقتها المركز الرابع النادي الاهلي، والمره الثالثه في نسخه 2021 وفاز يومها الاهلي بالميداليه البرونزيه للمره الثانيه في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعه في نسخه 2022 وفاز وقتها النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه للمره الثالثه في تاريخه على حساب الهلال السعودي. طيب احنا كده بنتكلم شوية بالتواريخ وبنرجع للإحصائيات، بس خلينا نتكلم في العموم كمان يا كريم، انت باللي بيحصل والأداء والخطوات اللي النادي الأهلي حد دلوقتي بيعملها، انت بتوصل ان انت طموحاتك بقت عالمية، وده كلام مش استرسال وخلاص او ان احنا طالعين نشكر في نفسنا، لا انا بتكلم بالورقه والقلم، انا بتكلم دلوقتي بالتاريخ وبتكلم بالارقام وبتكلم بعدد البطولات وغيره، واحنا هنخش في كل ده على فكره، مجهزين لحضراتكم كل حاجه بالارقام وغيره، بس انا بتكلم في العموم، انت دلوقتي شوف انت بتنافس فين، شوف انت بتتكلم على اي مستوى دلوقتي، شوف الانديه العالميه بتتكلم عنك ازاي، فانت دلوقتي وصلت سقف الطموحات للعالميه، لما تيجي تتكلم عن هذه المنظومه، منظومه كره القدم المصريه، انت دلوقتي مين النادي اللي بيمثلك وبيتكلم عالميا؟ هو النادي الاهلي، فهي دي النقطه، انت دلوقتي طموحاتك بقت عاليه جدا، ده من شق او ده من جهه، من جهه ثانيه وهنتكلم عن النادي الاهلي تحديدا، النادي الاهلي انا ما بخافش او انا من الناس اللي ما بخافش عليه في الماتشات الكبيره، يعني الاهلي فعلا ممكن ان هو مستواه يبقى متوسط مع مباراه الى حد ما، يعني المنافس بتاعه طبعا مع احترامي كل المنافسين بس يمكن ارقامه اقل مننا بكتير، بيلعب على فكره عادي ممكن دمنا يقعد محروق لغايه ال 90 بلس، لكن في المباريات الكبيره النادي الاهلي بيقدر ان هو يتالق منذ الدقائق الاولى، وده شفناه حتى لو كان في شوط مثلا بيدافع اكتر، بيعتمد على الهجمات المرتده أكتر، لكن بيجي يخلص في الشوط الثاني، شفناها أكتر من مرة وفي أكتر من يعني لقاء، فهي دي النقطة اللي احنا برضو حابين نركز عليها. ولو رحنا كمان للغة الأرقام وفكرة هنا فوز الأهلي على سياتل، ده هيدينا كده كم رقم مهم إن احنا برضو نشير إليه، الأهلي بكده بيصعد خلينا نقول للمركز الثاني بلغة الأرقام في قائمة أكثر الأندية فوز على أو في كأس العالم للأندية، وبتتكلم هنا من بين كام؟ من بين 72 فريق من مختلف القارات، من 72 فريق من مختلف القارات شاركت في كأس العالم للأندية، وبالتالي أصبح الأهلي ثاني الفرق تحقيقا للفوز كمان برصيد 8 مباريات خلف ريال مدريد. خلف ريال مدريد المتصدر طبعا للقائمه. طيب اللي حقق الفوز في 10 مباريات طبعا ويليهم بعد كده فريق برشلونه اللي حقق الفوز في 7 مباريات، بعد كده مونتاري المكسيكي وغيره من يعني الفرق اللي برده ثقيله جدا واللي بتنافس النادي الاهلي بشكل كبير وبشكل مباشر. فتاني نرجع نقول يا كريم، لا انت حاجه كبيره جدا، انت بترفع اسم الكره المصريه في محافل دوليه مختلفه، فانت لازم تكون فاهم انت مكانتك عامله ازاي. ويمكن كمان ده هياخدني لصوره امبارح، لو حضراتكم لو نجهزها يا جماعه، الصوره او التويته اللي كانت او اللي عملها تحديدا نادي ريال مدريد، لو انت شفتها حاجه محترمه قوي. هنا ريال مدريد ده الحساب الرسمي بتاع نادي ريال مدريد، وهو حاطط الصوره بتاعه يعني الكاس، وكاتب تحت بمعنى ان احنا هنواجه النادي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. طب الحساب الرسمي بتاع ريال مدريد ده عنده قد ايه يا كريم؟ عنده 132 مليون متابع. فالفكره هنا في انا
اكيد انا النادي الاهلي العالم كله عارفني، وانا زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا بنتكلم على مستوى عالمي دلوقتي، احنا مش بنتكلم حاجه محليه. ولكن برضو لما اجي انا اتحدث انا كريال مدريد اللي عندي 132 متابع، واتكلم ان انا بنافس او داخل انافس النادي الاهلي، وقد ايه برضو الموضوع ما هواش حاجه عاديه وخلاص، فده كله بيبقى ماركتنج ليك بشكل اندايركت. انا بشوف ان دي كلها دلوقتي انت عشان تعمل رواج او عشان تعمل ماركتنج انت بتلجا للحاجات اللي زي كده، للسوشيال ميديا والحاجات اللي زي دي. ما بقاش في دلوقتي موضوع الاعلانات قوي يعني، فانت مش محتاج اصلا تعمل ده. انت فكره ان انت بتنافس نوادي عالميه، والنوادي العالميه دي بتتحدث عنك في المواقع الرسميه بتاعتها، فده في حد ذاته انا بشوف نجاح. فيعني وما بقاش اندايركت خلاص، عدينا المرحله دي بقى بشكل مباشر، لان انت بتلعبي الفريق المعني اللي عنده 132 مليون متابع. وغيره وغيره طبعا، وبايرن ميونخ قبل كده، مين ينسى؟ لعبنا انديه كبيره جدا وعالميه جدا ولها متابعين وعشاق بالملايين في العالم كله، تحدثوا عننا حتى لو كان الفوز مش لصالحنا، بيتحدثوا ان هم كانوا مع فعلا منافس محترم. فالكلام ده كله اتقال والكلام ده كله موثق، فيعني حاجه بجد لازم نفخر بيها. على فكره احنا في سياق حلقه النهارده، يعني مش عارف امتى بالتحديد، بس يعني ان شاء الله خلال الحلقه عايزين نعرض لحضراتكم شويه فيديوهات اكيد هتنال الاستحسان والرضا وتثلج صدور كل محبي وعشاق النادي الاهلي، من ضمنها طبعا احتفالات الفريق. بالمناسبه بمجرد عودتهم للفندق، وزي ما عرفنا من الزملاء اللي لازم نبعت لهم تحيه عويضه طبعا، وكريم احمد وزميلنا محمد دكروري اللي عاملين شغل ممتاز الحقيقه في المغرب، وبيغطوا كل اللي بيحصل في الكواليس لحظه بلحظه بما فيها تفاصيل التفاصيل. واللي بالمناسبه كان من ضمنها اللقاء اللي اجراه مستر مارسيل كولر، وكان بيتكلم وهو شايل في ايديه هارد ديسك. كان بيحكي لنا زميل محمد دكروري بيقول ان هو كان بيقول للعيبه ان هو على الهارد ديسك ده متحمل مجموعه مباريات لريال مدريد هيتفرجوا عليها، الى جانب طبعا المحاضرات النظريه. هنشوف معاكم جانب من احتفال كل اللعيبه والجهاز الفني والاداري بعيد ميلاد محمد شريف اللي هو كمان عامل شغل كبير الحقيقه في هذه البطوله. وطبعا كابتن محمود الخطيب نظرا لاصابته بدور برد زي ما كنت بقول لكم في مقدمه حلقتنا النهارده، ما قدرش ان هو يكون موجود بشخصه في الملعب ويتابع احداث اللقاء، ولكن طبعا بقلبه وبكل يعني جوارحه زي ما بيتقال كان مع الفريق. هو من اول لحظه الحقيقه داعم، ومجرد وجوده كرئيس للبعثه اكيد ده في حد ذاته شكل حافز كبير، شايفين له انعكاسات زي الفل لغايه هذه اللحظه ان شاء الله، وباذن الله في اللي جاي كمان. بالمناسبه كان كابتن محمود الخطيب حريص على تهنئه لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني والاداري وكمان الطبي عقب الفوز على بطل امريكا الشماليه، وبالتالي التاهل للدور قبل النهائي لمونديال الانديه لمواجهه ريال مدريد يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. اشاد طبعا بالاداء الرجولي ويعني لكل عناصر الفريق والروح القتاليه العاليه والاصرار على تحقيق الفوز واسعاد جماهير النادي الاهلي في كل مكان. قال كمان كابتن الخطيب ان ثقته في لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني ملهاش حدود، وان ما تحقق خلال المباريات السابقه طبعا بيزود من المسؤوليه الملقاه على عاتقهم تجاه ناديهم وتجاه جماهيرهم اللي دايما موجوده واقفه جنبهم وفي ظهرهم في كل المناسبات. وقال ان ما تبقى من مراحل البطوله يحتاج الى مضاعفه الجهد والمزيد من التركيز للوصول الى ابعد نقطه ممكنه في مونديال الأندية. والحقيقة الجملة دي اتكررت كتير قبل حتى ما تنطلق الفعاليات، بقالنا فترة بنقول إيه إن إحنا آمنا كلها يعني كأهلوية منصبة على الوصول لأبعد نقطة، وإحنا الحمد لله حتى هذه اللحظة ماشيين بخطة ثابتة جدا تجاه الهدف المنشود، ويا رب خير إن شاء الله، ويا رب المرة دي نعدي بقى مرحلة الميدالية البرونزية. أنا أتمنى بقى يا كريم، وأعتقد يعني الفكرة إن حد شوية أصل في شوية ناس عندهم روح انهزاميه لاسباب مختلفه، في ناس تقول لك او بتعتقد ان هي لا تستحق الافضل من ذلك، يعني في ناس بترضى بالامر الواقع تقول لك ده اخري، وفي ناس تقول لك مفيش انا ما عنديش اخر، انا كل ما بنجح عايز انجح اكتر، النادي الاهلي كده وجماهير النادي الاهلي كده، كل ما بننجح عايزين اللي بعده، كل ما نجيب بطوله عايزين اللي بعدها، ده حالنا. فانت دلوقتي شاركت كتير جدا وشاركت اكتر من مره، وشاركت تحديدا 8 مرات حتى هذه اللحظه في كاس العالم للانديه، الحمد لله حصلت على ميداليه برونزيه اكتر من مره. ولكن دلوقتي لما اجي اتكلم بالظروف الموجوده، عوده التالق واللياقه للاعبين مره تانية، عندك مدير فني فعلا على الجانب الفني والجانب كمان يعني النفسي اكثر من رائع، وشفنا ده في عوده روح الاهلي الحلوه ما بين اللعيبه كلها، حتى اللعيبه الجديده، حتى الصفقات الجديده اللي بتيجي ما بتخدش يعني مباراه او اتنين وتلاقي التالق ده لو ما كانش من اول مباراه كمان. فكل دي عوامل كمان، فكره هنا مجلس الاداره وتذليل كل العوامل
العقبات الموجودة، الجماهير اللي بتساندك في أي مكان في العالم، وفي نفس الوقت في شدتك وفي قوتك عندك كل حاجة دلوقتي متاحة. فكرة التألق بتاعك إفريقيا ومحليا حتى هذه اللحظة، فكرة أن أنت رايح على كأس العالم للأندية وأنت محقق انتصارات كبيرة جدا، فده كله فكرة ودي عوامل. فكرة أن أنت بتلعبي في دولة زي المغرب الشقيقة، هي دي بقى النقطة الحبيبة كمان. بجماهيرها اللي كانت امبارح معديه 30,000. انت لسه يعني لسه هتكلم عن النقطة دي يا كريم، برافو عليك. انت امبارح تخيلت او حد كان يتخيل المشهد او حد شاف المشهد عن قرب امبارح للجماهير المغربيه؟ انا مش هتكلم عن الجماهير المصريه او الاهلاويه اللي بتسافر بطبيعه الحال مع الاهلي في كل مكان بيسافروه، ولكن الجماهير المغربيه على مؤازره الجماهير والشعب المغربي والدعم اللي احنا شفناه ده من خلال سواء المنابر الاعلاميه او الصحفيه او من خلال الدعم الموجود في الشارع، فموضوع لازم نقف عنده شويه بجد. ويمكن ده برده اللي اكد عليه كابتن محمود الخطيب، هو شكر الجماهير المغربية اللي كانت موجودة واحتشدت في ملعب طنجة وسندت فريق الأهلي في مواجهة طبعا يعني بطل أمريكا الشمالية. هنا بنتكلم موقف برضو هنقدر نقول عليه مش بجديد على الأشقاء، يعني يستحقوا التقدير تجاه فعلا كل ما بيقدموه من دعم للفريق بتاعنا من ساعة ما وصل، من ساعة ما الأهلي وصل. وأنا كنت بقول لحضراتكم حتى من قبل ما يوصل، والهاشتاج اللي هم أطلقوه دعما للنادي الأهلي، وده يعتبر ردا للجميل على موقف مصر من المغرب في فكره كاس العالم، ولو ان احنا مش محتاجين نرد جميل لبعض، يعني لا الاهلي مستني ولا مصر مستنيه رد جميل من المغرب، ولا المغرب مستنيه دعم من الاهلي او من مصر، لان احنا واحد كشعوب عربيه، احنا واحد بنشجع من قلبنا مش عايزين حاجه من حد. ففعلا موقف كان جميل جدا، والثقه الكبيره اللي موجوده كمان اللي تحدث عنها كابتن محمود الخطيب في فكره استمرار هذه المسانده من الجماهير المغربيه في كمان المباريات المقبله. تحس امبارح ودي صوره نقلها لي احد الاصدقاء يعني اللي هو موجود هناك، بيقول لي فعلا احنا كنا قاعدين كل الناس بقى اللي قاعده بتشجع الاهلي من جنسيات مختلفه، بس كم الحضور اللي هو من الجانب المغربي اللي بيفرح وبيشجع الاهلي بشكل كبير يا كريم. انا صوره بصراحه عجبتني ومشهد حبيت ان انا اسمعه وانبسطت، فشكرا لو احنا هنقول شكرا للشعب المغربي الجميل طبعا. شكرا طبعا. لكل الناس اللي بتساند النادي الاهلي في اي مكان بيكون موجود، شكرا للمصريين اللي سابوا اشغالهم عشان يسافروا، شكرا للناس اللي استلفت عشان تروح تسافر وتقطع تيكت وتروح وتيجي مع الاهلي. فبجد كل دي مشاعر لازم كنا نتكلم عنها ونقف عندها، حاجه بجد رائعه. وارجع اقول لحضراتكم هي متوقعه الى حد كبير، لان من قديم الازل ده اللي دايما بنشوفه من المغاربه عند اللزوم، وده اللي دايما هم بيشوفوه مننا كمصريين عند اللزوم، محبه متبادله وقديمه ومترخصه في يعني مترسخه عفوا في الوجدان المصري والمغربي. عادي عادي جدا المحبه دي، شيء عادي جدا. عايزين بقى نروح لتصريحات مارسيل كولر اللي اعرب عن سعادته بالتاهل لنصف نهائي كاس العالم للانديه، وقال طبعا ان هناك تحدي كبير امام فريق ريال مدريد في المواجهه المقبله. هو من ناحيه تحدي كبير فما فيش شك انه تحدي كبير، وان شاء الله ربنا هيكرمنا. تعالوا نشوف جانب من تصريحات كولر ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. بالظبط، مهم جدا فكره وان احنا عايزين كل الجمهور كمان يفكر كده. الماتش اللي جاي اهم ماتش، نخلص الماتش نقلبه وبعدين نفكر في اللي بعده. الرغبه المتجدده الحقيقه والجانب النفسي اللي بيقوم بيه مستر كولر مع لعيبه النادي الاهلي بجانب الدور الفني، كل فرد في جهاز النادي الاهلي الفني بيقوم بدوره، عشان كده النجاح بيكون للكل يا دكتور خالد. اوخ تان داين اعبايت ان ميدن شبينا بدات ستاف اوخ ان الي ان دي جانسن ستاف دي اليس تون دميت فيا ايما نخ فوني جيم. هو كده بالظبط، لاحظت ملاحظه كويسه، بالظبط هو كده. مهم جدا ان الواحد لو عايز يكسب الموضوع، بس مش اللاعب اللي بيجيب الجون، كل الفريق العمل، كل الناس اللي بتساعدنا، الناس اللي ما تشوفهاش في التلفزيون، الناس اللي في اوضه اللبس، الناس اللي بتمسك الغسيل بتاع اللعيبه، الناس اللي في لسه الناس اللي ما قدرتش تيجي معانا الرحله دي، دول كمان جزء من نجاحنا وجزء من فريقنا. مهم جدا ان كل ان اللعيبه تحس بده كمان، تحس انها ان في فريق عمل كبير كله بيتعب عشان ان هم يوصلوا ان هم يكسبوا. كلنا فريق عمل، وبحيي كل واحد وكل فرد من منظومه النادي الاهلي. مسانده جماهيريه اكثر من رائعه الحقيقه للاشقاء المغاربه ولجمهور النادي الاهلي اللي يمكن حرص بشكل كبير ان هو يكون متواجد ويؤازر النادي الاهلي. مستر كولر شاف الحضور الجماهيري والكثافه والتشجيع ازاي، لان كره القدم هي التي تقرب الشعوب زي ما انت عارف يا دكتور خالد. فوسبال اس اين ميتل ام دي فولكر زوزامن زو برينجن. بالظبط.
لكن مش اول مره نشوف ده ان احنا بره مصر ونشوف المساعده دي، لكن في المغرب بالذات الواحد شاف مساعده كبيره جدا، دعم كبير جدا من الجمهور المغربي في الماتش الاولاني، ساعدونا كتير في الماتش الاولاني، في الشوط الثاني ساعدونا جدا النهارده في الشوط الثاني. فده مهم جدا واحنا فرحانين بيه ومستنيين الدعم ده دايما ان شاء الله. اخيرا هنفرح دقائق بسيطه جدا وهيبدا تحضير لمباراه ريال مدريد، المباراه الرسميه الاولى في تاريخ النادي الاهلي. الحقيقه انت بتقابل ريال مدريد محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه تحضير اكبر لكل لاعبي النادي الاهلي. كيف سيرى مستر كولر المباراه القادمه، مباراه الاهلي وريال مدريد؟ فير سبيل فوربيرايتن في زين زي داس سبيل جين ريال مدريد. انا ملاحظ ان انت مركز معانا وبتتعلم كتير من اللي احنا بنقوله. هتفرج على ماتشات ليهم في الهارد ديسك ده. ياسين مكاري اداني الهارد ديسك ده عليه 3 ماتشات ليهم. هقعد اتفرج على الماتشات واحط خطه المناسبه ان احنا نقدر اللي تخلينا نقدر نلعب كويس قدام ريال مدريد ويمكن نحقق المفاجاه ان شاء الله. مش عارفه ليه انا من الناس المتفائله جدا يا كريم بوجود مارسيل كولر مع النادي الاهلي. يعني عاده الواحد ما بيعلقش قوي او يدي رايه في المدير الفني، خصوصا احنا، يعني احنا ما ينفعش نطلع قوي نشكر او ننتقد، بس كولر من المديرين الفنيين اللي بجد لحد دلوقتي بدا يفكرني شويه بمانويل خوسيه. يعني اذا في اي بجد مدير فني جه من بعد مانويل خوسيه مع النادي الاهلي في تقارب الى حد ما في الاداء او في الطريقه، فهو مارسيل كولر مع الاختلافات الاخرى. يعني شايفه كده في ناس كتير حاسه ان في روايح منه، يعني صح. ونفس الفكر ونفس الاداء العام ونفس الثبات الانفعالي ونفس الكياسه ونفس الابتسامه اللي دايما مرسومه على وشه. فناس كتير شافت زي واللعب كمان على الشق النفسي. يعني مانويل خوسيه كان يهمه ده جدا، حتى الفتره الوحيده اللي كان في النادي الاهلي فيه اخصائي نفسي كانت في فتره مانويل خوسيه. فده ياكد لك ان هذا الرجل الى حد ما برضه في تشابه ما بينه، لان مارسيل كولر من الشخصيات برضه اللي بتهتم بالجانب النفسي جدا، وبالتالي ده انعكس على اللعيبه. يعني انعكس بشكل كبير جدا على اللعيبه، الثقه اللي بيديها للعيبه بتاعته بذكاء شديد جدا. فكره ان هو يلاعب صفقات جديده في ماتش قمه زي كان الاهلي والزمالك دي ليها رسائل كبيره، دي مش اي حد يقدر يعملها. ففكره ان انا اعمل ده، انا واثق في اللعيبه وفي الصفقات بتاعتي، وبالتالي بقول لهم خش خد الفرصه واثبت نفسك. وقد كان، عشان كده احنا بنقول ده تاني، اي حد اسمه بيتكتب خاص بالنادي الاهلي او تبع النادي الاهلي او يعني بيشتغل في النادي الاهلي او بينتمي للنادي الاهلي لازم يكون على قدر المسؤوليه، وبيبقى يعني بعد اختبارات شديده جدا واختيارات يعني بشده زي ما بيتقال عليها كده وصارمه. فالراجل ده انا متفائله بيه جدا، تصريحاته كمان من التصريحات اللي بشوفها عقلانيه جدا بعد اي مباراه، حتى لو انت تعادلت انا مش هقول خسرت لحد دلوقتي، احنا الحمد لله ما خسرناش مع مارسيل كولر. فحتى لو انت تعادلت في اي مباراه او كسبت، الراجل بيطلع يتكلم بعقلانيه جدا وبيقول كلام يعني ما بيقعدش يرغي، بيقول نقاط محدده واه في رسائل وخلاص. وفكره ان هو يبقى معاه زي ما انت قلت الهارد ديسك اللي هو عليه كل الماتشات اللي هو عايز يوريها للفريق بعد كده، خاصه بريال مدريد، الراجل ده واثق من الفريق بتاعه، واثق من ادائه، واثق ان هو هيعدي هذه المرحله او اول مرحلتين ويخش على ريال مدريد. فكل دي رسائل ثقه اعتقد ان هي مهمه جدا. فكره كمان استعدادات وحديثه عن الاستعدادات لريال مدريد وان هو مجهز بشكل كبير جدا وهو فاهم هو هيعمل ايه، انا اعتقد ان احنا ممكن يكون في امل بشكل كبير ان احنا نعدي عقبة يعني ريال مدريد. أتمنى مساعد. ذلك أتمنى مساعد. ذلك ونقدر عليها نقدر عليها. طيب عايزين نروح كمان للتصريحات الأخرى المحترمة جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ، وهو برضو دايما كابتن سيد بيقول لك كده straight to the point، كلامه بيبقى برضو محدد ورسائل موجهة بشكل كده سليم ومباشر. خلينا نروح نسمع بالظبط قال إيه ونرجع نكمل. الحمد لله طبعا المباراة صعبة جدا مع فرقة كبيرة قوي وفرقة يعني عندها امكانيات عالية قوي، لكن الحمد لله رب العالمين اعتقد الشوط الثاني كان الافضلية لينا في كل مجرياته. يعني الحمد لله المباراة كانت مهمة جدا في توقيت برضو مهم جدا، يعني تحديات كبيرة قوي في الفترة الحالية والسنة دي تحديدا، سواء كان على مستوى المحلي في بطولة الدوري وبطولة الكاس وكان قبلها السوبر في بدايته، وهنرجع على دوري الأبطال ومتواجد في كاس العالم للأندية مع فرق مدارس مختلفة. فالحمد لله رب العالمين يعني مكسب مهم قوي.
مباراة الوداد انتهت الحقيقة، وكل الجمهور كالعادة جه وساند وملى الاستاد. كنت شكرت من قلبك يا كابتن سيد المباراة الماضية. مستمرين الحقيقة اشقائنا المغاربة الحقيقة على الأداء المميز جدا. يعني اللقطة اللي بعد المباراة كمان لقطة في منتهى الأهمية، لأنها لها معاني حلوة جدا، حلوة جدا. يعني أيا كان المنافسة داخل الملعب، سواء كان من فرق عربية مع بعض أو في بطولات مختلفة، لكن المعدن الأصيل بيبان. يعني بعد اللقاء ما خلص، يعني الجمهور المغربي فضل قاعد يعني عايز يحييك، أكنه بيقول لك أنت كمان إذا كان الوداد خرج، لكن أنتوا كمان معانا هنا وبتمثلونا. أنا بشكرهم من قلبي، لأن هي لقطة لها معاني كبيرة جدا، عشان كده كنا مصرين جدا إن إحنا وحريصين جدا إن إحنا نحييهم. بشكرهم من قلبي، مش المباراة دي بس، المباراة الثانية. وزي ما قلت لك، هي عشان طالعة بحب، فبعد اللقاء لو هو جاي تقضية واجب هيمشي على طول، لكن هو مصر يوصل لك مسج، لا أنا بحبك بجد يعني، وان انا بشجعك بجد وبسندك بجد، حتى لما جاء الجول يعني اكنك بتلعب في استاد القاهره. يعني اول مقابله شخصيه او رسميه مع ريال مدريد، كيف تمثل هذه المقابله كابتن سعد عبد الحفيظ وايضا كمان للنادي الاهلي بشكل عام يا كابتن سعد؟ اقول يعني اقدر ربنا سبحانه وتعالى فضلها كبير علينا. يعني شخصيه الاهلي وقيمه الاهلي ومكانه الاهلي وطريقه تفكير الاهلي وقدرات لعيبه النادي الاهلي، ممكن ما تبقاش فنيا يعني حاجه ما حصلتش، لكن لازم تعقليتك تكون تناسب المدرسه بتاعه النادي الاهلي. من 11 سنه تحديدا، تقريبا من 4 اغسطس 2001 كانت مباراه شرفيه على بطل القرن الافريقي وبطل القرن الاوروبي، كان ريال مدريد وبطل القرن الاوروبي والاهلي بطل القرن الافريقي، كانت مباراه شرفيه. فالنهارده القدر بيجمعك على سيمي فاينال، هي البطوله الاغلى والموجود فيها فرق من كل القارات، كاس العالم للانديه، في مباراه رسميه مع بطل القرن الاوروبي وبطل القرن الافريقي. مباراه هتبقى كبيره بالتاكيد، يعني فرقه يعني مش هنقدر نتكلم غير انها فرقه كبيره جدا 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 على المستوى العالمي. يعني ان شاء الله الرحمن نكون موفقين، احداث المباراه يا رب تخدمنا وتساعدنا باذن الله. كابتن سامي قمصان هو كمان كان ليه مجموعه من التصريحات، ومن ضمنها قال جمله بتعبر عن وجهه نظر كتير من الاهلاويه، وخصوصا بعد ما وصلنا للي احنا وصلنا له في هذه النسخه من المونديال. قال لك الطموح مشروع لعبور ريال مدريد والتأهل للنهائي، وتاني نرجع ونقول كتير جدا مننا حتى اللي ما كانش عندهم يعني الأمل قوي في هذا الأمر بعد ما شافوا الأداء اللي احنا شفناه في الماتشين اللي فاتوا، لا ما نوصلش ليه، بنقدر نعملها. تعالوا نسمع كابتن سامي قمصان قال ايه. اتفضل. ده احنا ما عندناش تصريحات دي، عفوا. اوكي تمام، يبقى في ناس ثانيه كمان كان ليها تصريحات، منهم كابتن قفشه مثلا وكهربا. صحيح. كهربا عريس النسخه دي من المونديال. بص اقول لك على حاجه، احنا ممكن يعني احنا معانا تصريحات كابتن سامي مطبوعه. أوكي. فانت لو حابب برضو نعدي عليها مفيش مشكله. يا ريت. لان هو خلينا نقولها سريعا، هو طبعا عبر عن سعادته بالتاهل واكد على ان الطموح مشروع هنا لعبور ريال مدريد زي ما كريم كان بيتكلم. كمان وجه الشكر، ومش اول حد يوجه الشكر زي ما كنا بنتكلم بداية، كان كابتن محمود الخطيب وكل الأهلوية بصراحة وكل المصريين، يعني معظمنا فعلا وجه الشكر للقطات الحلوة وللدعم الكبير ليه طبعا الجماهير المغربية ومشجعي الأهلي، إن هم بيؤذروا وفي ظهر الفريق مهما كان ومهما كان يعني بينافس. فكرة هنا كمان تأهل الأهلي النصف النهائي يعني بعد تغلب على فريق سياتل ساوندرز بهدف دون مقابل، اتكلم عنه وهو قال يعني ده إلى حد ما نتاج المجهود اللي كان مبذول في الفترة اللي فاتت وتركيز اللعيبة ومجهود يعني جماعي زي ما بيتقال. تعالوا بقى برضو نروح نسمع شوية للتصريحات المختلفة، ومنها قفشة زي ما كنا بنتكلم ان هو كان رجل المباراة، وفعلا كلنا كنا سعداء، مش فكرة بس ان الاهلي احرز هدف، يعني طبعا كنا سعداء بالهدف اللي يعني خلانا نحن نصعد، ولكن فكرة ان اللي جاب الجول ده هو محمد مجدي قفشه، دي برضو في حد ذاتها يا كريم كان امر لازم ان احنا نقف عنده شويه ونقول احنا سعداء بعوده قفشه للتالق بتاعه، لان البعض هرجع اقول تاني، البعض اللي هو لا ينتمي للنادي الاهلي بيتلذذ في فكره ان هو ينتقد بعض اللعيبه اللي عندنا، يقعد يقول لك المستوى مش عارف ايه، لا ده لازم تمشيه، ده لازم تدخله في خصوصياتك وفي حاجات هم ليس لهم اي دخل فيها، ويبتدوا يصدروا بعض الكلام على السوشيال ميديا علشان بس الغرض منه ان هو يعني الروح النفسيه أو المعنوية تقل عند اللاعب. فده كلام إحنا قلناه قبل كده وكلمنا فيه قبل كده، ولا يعنينا ولا يفرق معنا مين بيقول إيه ولا يفرق معنا مين شايفنا إزاي، إحنا عارفين إحنا مين والمستوى اللي إحنا فيه، والرد دايما بيكون على الأرض زي ما مجدي قفشة عمل. تعالوا نروح نسمع.
اول حاجه الحمد لله على المكسب. انت عارف مكسب مهم يعني، قليل جدا لما الفرقه بتيجي كاس عالم كتير، انت عارف ده طبيعي بتاع الاهلي، لكن في الاول في الاخر لازم تقول الحمد لله. في تعب، لعبنا ماتش من يومين، لعبنا ماتش 90 دقيقه كان صعب جدا، ربنا وفقك. النهارده اللعيبه بتلعب شويه، ممكن يكون في ناس تعبانه طبعا، الله يكون في عونهم اللعيبه اللي لعبت الماتشين كاملين. زي ما انت قلت كده في الاول في الاخر، يعني اهم حاجه انك تكسب، واهم حاجه انك تكون كويس. انت ممكن في ماتشات ما تبقاش كويس، بس المهم انك تكسب، لان انت عارف النادي الاهلي بيلعب يعني من 50 ل 70 ماتش في السنه او 65 ماتش في السنه، فانك تلعب 65 بشكل كويس ده مستحيل، ده مستحيل طبعا. مستحيل. اي حد بيعرف كوره او بيتابع كوره او مشجع كوره او لعب كوره يفهم الكلام ده طبعا. اللي مش فاهم كوره مش هيبقى فاهم ده، عايزك النهارده كويس بكره كويس، لكن ما بيحصلش طبعا في الحياه ان واحد يبقى دايما في احسن حالاته. لكن زي ما قلت لك اهم حاجه النهارده المكسب، مباراه كبيره. ببارك للعيبه كلها والجماهير، الناس اللي بتيجي تأزرنا هنا من المغرب، الناس اللي بتساندنا على طول. انا ما يعني انا ما عنديش مشاكل مع حد اصلا خالص، ولا بره الملعب ولا جوه الملعب، وحتى لو حصل حاجه في قلب الملعب قشطه، الملعب الماتش خلص وخلاص، فالدنيا بتقفل وبتاع. لكن بره الملعب الحمد لله علاقتي كويسه بالناس، حتى لو في حد مش قريب مني جدا، لكن ما فيش بينه وبينه اي مشكله ولا اي حاجه. الحاجه الثانيه الجمهور، يعني انا جمهور الاهلي من ساعه ما انا جيت النادي سواء في مصر او بره مصر، انا دايما الناس دي بتشجعني، دايما الناس دي بتنادى عليا، دايما الناس دي بتشاور لي، انا دايما بشاور لهم، بقول لهم انتوا على دماغي، دايما بعمل ده. انا مش بعمل ده عشان اميز، انا بعمل ده عشان دي حقيقه، انا مش شخصيتي دي، انا راجل فير، لما بتكلم بقول الحقيقه، مش هقول الحقيقه مش هتكلم خالص بس. فالناس بتشجعني في كل مكان. هل انا يبقى رد فعل حاجه وحشه ليهم؟ لا طبعا، مستحيل. كل حاجه ليها وقتها، كل كلام ليه وقته، زي ما قلت قبل كده كل حاجه ليها وقتها. لازم انت تبقى عارف انت بتعيش ازاي، انت بتتكلم امتى، انت بتقول امتى، انت بتلعب في نادي كبير ما بتلعبش في نادي صغير، يعني كل حاجه محسوبه عليك. مهم جدا تبقى عارف امتى تتكلم، توقيت امتى ترد او امتى تتكلم على الناس. سيبك من حته الملعب، انت كده بتثبت للملعب للمدير الفني فقط، مدير الفني فقط، ما بتثبتش لحد تاني، لان انت بتلعب في نادي كبير، معنى كده انك نجم كبير. خلي بالك يا كريم، ركز كويس في الكلام اللي بقولك عليه. انت بتلعب في نادي كبير، فمعنى كده انك نجم كبير. النجم الكبير ما بيتقيمش، ما حدش يقيمه، لان هو بيلعب في نادي كبير. فاهم قصدي؟ بس لكن زي ما قلت لك الجماهير كلها على دماغي، ببارك لهم النهارده وبشكر كل واحد في ظهري او بينتقدني او 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 الكلام ده كله. والله ما بشوفش اصلا حاجه، وحتى لو شفت باخدها حاجه ايجابيه بس. لكن زي ما قلت لك اهم حاجه الفوز، عندنا ماتش كبير الماتش الجاي، فده اهم حاجه. يعني كل الاحترام لريال مدريد، انا بالنسبه لي اعظم فريق في العالم ريال مدريد بالنسبه لنا، لكن ده ملعب وده ماتش وده كوره، وانت لازم تنزل عشان كده، عشان لو نزلت عشان حاجه تانية بتفكر فيها مش هيحصل اللي انت عايزه، فانت لازم تنزل عشان المكسب. هي دي بترجع لشخصيتك، بترجع لاسمك، بترجع لشخصيه اللاعب، اسم الاهلي وشعار الاهلي زي ما هو مش هيتغير، يعني اللوجو بتاع النادي واسم الاهلي مش هيتغير، شخصيتك انت كلعيب، شخصيتك انت كفرقه، شخصيتك انت في الملعب، كل الكلام ده كله بيرجع لك انت. زي ما قلت لك اسم الاهلي وشعار الاهلي مش هيتغير، انت بالعكس اسم الاهلي وشعار الاهلي وتيشيرت الاهلي بيديك دفعه قدام اي حد. فانت لما تيجي تلعب ماتش كبير لازم تعرف قبل اي حد انت هتلعبه انك نادي الاهلي، فانت بتلعب على المكسب بس. في لعيبة استثنائية كده، وبطبيعة الحال مجدي أبشة واحد منهم، يعني بغض النظر حتى عن الاحترافية وعن المهارات، في لاعب ليه كاريزما خاصة جدا هو كشخص وكمان في أرضية الملعب، ده ينطبق بحذافيره على مجدي أبشة وينطبق كمان بحذافيره على كهربا. كهربا بالمناسبة يعني تسبب في حالة سعادة بالغة، واحنا شايفين في صورة هي مع حضراتكم الفولت العالي وهو شايل القضية، ممكن إنجاز التعبير حلوة تمشي كده برضه تمشي. كهربا من الناس اللي فعلا خلي بال حضراتكم مش أي حد ممكن يغيب لشهور طويلة عن المشاركة مع فريقه، وفي نفس الوقت يبقى بيتعرض لكم ضغوطات كبير جدا وتشكيك بل ومؤامرات في بعض الاحيان، وساعه لما يرجع ويحط رجله في ارض الملعب وانت كمتابع او كمشجع ما تحسش ولو للحظه انه كان غايب الشهور دي كلها، مش اي حد يقدر يعمل ده. كهربا هو كمان لعيب استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. تعالوا نروح لتصريحات كهربا اللي طبعا اتكلم عن المواجهه المرتقبه ما بين الاهلي وبين ريال مدريد، باعتباره طبعا وده اللي اتكلم عنه كهربا باعتباره انه افضل فريق في العالم حاليا. قال ان لعيبه النادي الاهلي عندهم ثقه كبيره جدا في نفسهم وفي قدرتهم لمواصله المسيره الناجحه في هذه النسخه من المونديال. تعالوا نتابع ونسمع كهربا قال ايه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن بشكرك طبعا على الكلام الجميل دوت، طبعا بشكرك كلكم على تعبكم معانا، ويعني الواحد الحمد لله يعني بيسعى وبيتعب وربنا بيكافئني في الاخر، يعني ما ضيعش مجهودي وما ضيعش صبري اللي فات، لان
تعبت جدا الفتره اللي فاتت ديت، ولولا مستنده النادي الاهلي والنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا وزمايل اللعيبه والجهاز الفني يعني ما كنتش هظهر من المستوى دوت يعني، وبشكرهم جدا. ودي المعتاد في النادي الاهلي ان روح اللعيبه هي اللي بتكسب على طول يعني، وبدعم من الجمهور يعني الحمد لله. فتره كانت صعبه ومهمه جدا يا كهربا، لكن التزامك وتركيزك كان مهم جدا عشان ترجع بالمستوى ده، لان جمهور النادي الاهلي مستني كهربا اللي هم عارفينه. كهربا واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي واهم لاعبي منتخبنا الوطني، السر كان في ايه؟ قول لي الفتره اللي فاتت دي قدرت ازاي ان انت تلتزم كهربا كده؟ والله يمكن عدى عليا 7 شهور يعني كانوا صعبين عليا قوي، يمكن اصعب 7 شهور عدى عليا في حياتي من ساعه ما لعبت الكوره يعني. دخلت في حاجات كتير قوي يمكن مش بايدي، كان غصب عني وكان في ظلم كبير قوي يعني، بس طبعا يعني في الاول والاخر طبعا دي حكمه ربنا، وبحمد ربنا واشكره على اي حاجه طبعا بيعملها لي. وقربت من ربنا يعني الفتره اللي فاتت دي جدا جدا يعني، والدي والدتي يعني دعواتهم واختي يعني واخويا كل يوم يدعوا لي وكل يوم معايا، ف يعني كانت حاجه بالنسبه لي كانت صعبه قوي، بس الحمد لله قدرت امر بيها لان هو ده اكل عيشي وهي دي، وانا ما بعرفش اعمل حاجه غير الكوره يعني. فالحمد لله تعبت وقفلت على نفسي جدا الفتره اللي فاتت ديت، وربنا كفيني في الاخر. ويعني لو قعدت من هنا لحد ما اموت يعني هشكر ربنا، مش يعني مش قادر اديله حقه يعني، ربنا يعني كبير ونصرني يعني في الاداء واللعب، وبعد تعب وبعد صبر ومعاناه وضغط وحاجات كتير قوي يعني الواحد كان بيمر بيها الفتره اللي فاتت دي، كانت صعبه قوي يعني. يعني والله يعني يمكن ما كانش حد يقدر يمر باللي انا مريت بيه دوت يعني، يمكن حاجات صعبه قوي، بس الحمد لله في الاخر برضو ربنا كفاني واداني على قد صبري وتعبي يعني. كل مجتهد النصيب. الاهلي وريال مدريد حلم كبير جدا، اول مقابله رسميه في تاريخ النادي الاهلي امام ريال مدريد، كل السكواد الحقيقه وكل التيم حلم كبير جدا. كهربا شايف المباراه اللي جايه ازاي، وشايف حلم جمهور النادي الاهلي في كاس العالم ازاي؟ يمكن يعني الواحد مبسوط قوي وفرحان ان هو زمايله والجهاز الفني بيخلي الجمهور النادي الاهلي يفرح كل يوم. والفتره اللي فاتت دي الاخيره يمكن ان ربنا يرجعني قبل ماتشين مهمين في الكاس والدوري، وبعد كده اروح العب كاس عالم الانديه. فدي بالنسبه لي يمكن كان حلم ان انا قبل ما ادخل النادي الاهلي ان العب كاس عالم الانديه. الحمد لله ربنا بيكافئني وحاجه كبيره قوي لينا واللعيبه كلها وللنادي الاهلي ان احنا هنلعب ريال مدريد في نصف النهائي. فبتمنى من ربنا يعني ان شاء الله باذن الله يعني يدينا على قد تعبنا ومجهودنا الفتره اللي فاتت دي كلها، ونكسب ريال مدريد باذن الله. مفيش حاجه بعيده عن ربنا، ولكل مجتهد نصيب. اختم معاك بجمهور النادي الاهلي اللي قال محمود كهربا هو ابن النادي اهو، استقبلت ده ازاي كهربا في اول مباراه؟ لان انت عارف جمهور النادي الاهلي مساند وداعم لكل لعيبه النادي الاهلي وتحديدا محمود عبد المنعم كهربا. يمكن جمهور النادي الاهلي لو قعدت اشكر فيه كتير قوي مش هوفي له حقه ولا هدي لهم حقهم يعني، انا بشكرهم وكل جزمه واحد فيهم على راسي. هم السند الفترة اللي فاتت دي، كان سند رهيب، يمكن حاجة كان بالنسبة لي كبيرة قوي لأن أنا واحد منهم قبل ما أكون لاعب كورة يعني. يمكن مش كلام بقوله في التلفزيون ولا حاجة، هم حاسين وهم عارفين. أنا بشكرهم جدا جدا جدا، وبقول لهم لسه عندي كتير قوي أقدمه ليكم، وأرد لكم الجميل اللي أنتوا عملتوه معايا الفترة اللي فاتت دي كلها. وأنا يعني طول عمري هفضل واحد من أبناء النادي الأهلي وهفضل واحد منهم، وبشكرهم قوي 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 بجد على الفتره اللي فاتت دي كلها الصعبه اللي عدت عليا، وهم كانوا السند الاول والدائم. وربنا يفرحكم دايما، وبحبكم قوي قوي بجد. ربنا يحفظ حبيبي حبيبي اخويا ربنا يحفظك. طيب ده كان جزء من او دي كانت تصريحات يعني كهربا. في كمان لقطه امبارح كانت حلوه جدا، كان عرضنا الفيديو ده كمان مع كابتن اسلام بالليل، لكن مهم ان احنا كمان نعرضه لحضراتكم النهارده، ومهم ان احنا نتكلم عن اللقطه دي. هي لقطه الاحتفال ب يعني محمد شريف وعيد ميلاده، هم عيد ميلاده كان امبارح، هو في يوم حلو بقى يعني ذكرى لن تنسى. يعني ميلاد محمد شريف وفوزنا الحمد لله كمان في كاس العالم للانديه يعني. فاعتقد ان كانت حلوه الفرحه، كانت زي ما بتقال فرحتين يعني، لو لا قدر الله ما كناش يا كريم فوزنا او جبنا النتيجه المرجوه اكيد ما كانش هيبقى الاحتفال بهذا الشكل، ما كانش هيبقى في احتفال اصلا. بس الحمد لله ان انت فزت في نفس الوقت، انت كمان بتحتفل بعيد ميلاد واحد من نجوم النادي الاهلي محمد شريف. الفيديو يعني لطيف طبعا، هو المفروض ان هو ليه صوت انا مش عارفه، بس هما كانوا بيغنوا كانوا بيهزروا كانوا بيحتفلوا بيه يعني، كانت كلها مشاهد حلوه. اصلا الروح جميله ما بين اللعيبه، ودي مش اول مره نشوف الروح دي متجسده كده في تعاملاتهم مع بعض وفي كلامهم عن بعض. وعلى فكره
وفرحة كل واحد فيهم بالهدف اللي غيره أحرزه، ودي برضو من السمات اللي دايما بنشوفها أو من الـ يعني اللقطات الجميلة اللي دايما بنشوفها مع كل اللعيبة. وارجع أقول لحضراتكم بصفة خاصة كهربا مع كل هدف بيسجله، مثلا أفشة أو مثلا محمد شريف، لو نفتكر المرة اللي محمد شريف أحرز فيها الهدف رقم 50 مثلا بفانيلة النادي الأهلي، أول ما كان ماسك محمد شريف التيشيرت المكتوب عليها جول وتحت منه رقم 50، كهربا كان مجرد فرحان بالهدف، لكن لما أدرك وقرا اللي مكتوب على التيشيرت فرح فرحة أكتر بكتير من محمد شريف نفسه. وتاني دي ترجعنا لحتة الروح الجميلة اللي ما بين اللعيبة، واللي ربنا يديمها يا رب إن شاء الله. شايف بقى النقطة في حاجة تانية، يعني تخيل أنت بيحتفلوا بعيد ميلادك كده. يعني أنا ما بحبش أبدا النوعية دي. هما لزاز جدا. طبعا. لزاز ودمهم خفيف، ولما بيبقوا كمان بالذات مع فرحة كبيرة زي كده. أكيد أكيد يعني الموضوع بيبقى مضاعف بشكل كبير جدا. صحيح. على فكرة عايزين برضو نقول لحضراتكم على تفصيلة كده، بعد كل مباراة عادة بيخضع 2 من اللعيبة لاختبار للكشف عن المنشطات، دي قوانين وده نظام البطولة. امبارح علي معلول ومحمود متولي ثنائي النادي الأهلي خضعوا لاختبار الكشف عن المنشطات عقب مباراة سياتل ساوندرز، وقامت اللجنة الطبية في بطولة كأس العالم للأندية بالحصول على العينات اللازمة من معلول ومن متولي في إجراء متبع بالبطولات الكبرى. فدي معلومة. الحاجة التانية عايزين برضو نروح لتعليق الحساب الرسمي للنادي سياتل الأمريكي على فيسبوك، كتب بعد انتهاء المباراة وقال: كان لنا الشرف أن نلعب ضد النادي الأهلي في أول مباراة في كأس العالم للأندية، حظا سعيدا في باقي المشوار. طبعا روح رياضية أكيد بنشكرهم عليها، تحية مننا لفريق سياتل ساوندرز. طبعا يعني حاجة محترمة جدا، وهو ده اللي احنا نعرفه برضو عن الرياضة عامة. طيب مهم قوي كمان ان احنا ننقل لحضراتكم الصورة بتاعت الاحتفالات المختلفة اللي كانت في الفروع بتاعتنا المختلفة طبعا للنادي الاهلي، زي الناس فرحت بعد المباراة، زي كانوا بيتفرجوا اصلا على المباراة، زي العائلات كانت متجمعة والناس كانت متجمعة عشان يشجعوا مع بعض بدل ما كل واحد يشجع في بيته او يتفرج في بيته. اجواء كانت فعلا فعلا جميلة، وتحسسك فعلا بفكرة هنا عيلة الاهلي. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. الحمد لله، نقول ألف مبروك للنادي الأهلي، نشرف الكرة الأفريقية والعرب، وإن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله نلعب بحماس، نلعب برجولة، والنتيجة عند ربنا بإذن الله. ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. اللقاء هو كولر قسم الماتش كويس قوي وعارف ياخد منه اللي هو عايزه، والحمد لله إحنا جربنا القضية المصري والقضية الأمريكاني الجاية إن شاء الله القضية الأسباني. الحقيقة لا، هم كلهم والله يعني كان بيرسي تاو قدى مباراة جميلة جدا وكان بيضغط، عندنا كل اللعيبة قفشة طبعا برضو لما نزل يعني عمل القضية ممكن تاني في الدقيقة 88. مارسيل كولر ده مدير فني رائع واختياراته، عنده ثقة في نفسه وفاهم بيعمل إيه، مجلس إدارة مستقر ومش شاغل باله بكل المناوشات اللي حواليه، ومركز مع فريقه ومركز مع ناديه، ده نادي القرن الأفريقي وهو يليق إنه يوصل للمستوى اللي هو فيه النادي الأهلي، وده فخر كل أفريقيا والمصر كلها والعرب كلهم. والله إحنا بس هنبدأ الأول بالكلمة بيقولها المدير الفني والمدرب ومدير الكورة، إحنا النهاردة بالليل هنفرح، النهاردة فرحة بس اليوم كله، وبكرة الصبح إن شاء الله نفكر في المباراة الجديدة. الأول بس عايز أقول النهاردة بجد إحنا معانا مدرب كبير ومعانا فريق رجالة، معانا مدرب ازاي يقرا فريق، على فكره الفريق سياتل ساوندرز فريق قوي جدا، فريق مش ضعيف خالص، بس معانا مدرب بصراحه مدرب ما شاء الله عليه محنك، ومعاه تيم محترم عارف ازاي يقفل كويس قوي، عارف ان هو في الدقيقه 60 غير الصف اللي قدام كله، نزل بلعيبه فت ولعيبه لسه نفسها معاها، قدرت تسيطر وقدر يحقق اللي هو عايزه بصراحه 10 على 10 مستر كولر بصراحه، ولعيبه فوق الممتازه. التوفيق هو هدف قفشه، فيه توفيق كبير قوي، هو ما شاء الله يعني هو كرة بتحبه يعني ما شاء الله عليه، دايما هو سبب فرحتنا يعني. طبعا الف مليون مبروك، وان شاء الله منتظرين الاكتر والاكتر، وده اللي الاهلي عودنا عليه ان احنا نهزم ان شاء الله ريال مدريد ونوصل للفاينل باذن الله ونكسب كاس العالم عشان يبقى على صدرنا كده كاس العالم ان شاء الله علامه الكاس. كلهم الف مبروك، واداء كويس جدا الشوط الثاني، وقفشه كان نجم الشوط الثاني، وان شاء الله الفوز المره الجايه صعب باذن الله يتحقق ان شاء الله. الماتش جميل واللعب حلو قوي، والف مبروك للاهلي وابطال، والاهلي ابطال وجمهوره بيشجعه، والف مبروك للجمهور، والف مبروك لاعضاء النادي الاهلي، والف مبروك لبيبو، والتغيير اللي حصل ده كان تغيير كويس والحمد لله، والقضيه ممتازه.
كمان تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5-3، طبعا بعد ما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1. الوداد المغربي سجل، يعني أو نقدر نقول إن هو اللي ابتدى التسجيل من خلال أيوب العملود بالدقيقة رقم 52، لكن الهلال سجل هدف التعادل من خلال محمد كنو من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 93 من أحداث المباراة. شهدت المباراة 2 من البطاقات الحمراء، واحدة ليحيى جبران من فريق الوداد المغربي والتانية كانت لمحمد كنو من لاعب الهلال السعودي، وعلى حد علمي أن دي تالت مشاركة ليه في كأس العالم للأندية والتالت مرة يطرد هذا اللاعب، برضو من ضمن المفارقات في هذه النسخة من المونديال. بكده بقى بيتأهل الهلال السعودي لمواجهة فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. الكلام ده هيكون يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد طنجة. كلام جميل جدا، وهنتكلم بكده يعني بيتواصل او بتواصل الانديه العربيه تحديدا كتابه التاريخ زي ما بيتقال في بطوله كاس العالم للانديه بعد ما تاهلنا او تاهل نادينا الاهلي، وبنتكلم كمان عن الهلال السعودي في دور نصف النهائي من النسخه 2022. طيب الانديه العربيه اعتقد ان هي او نقدر نقول ان هي ما غابتش عن الدور نصف النهائي للمونديال للانديه ده منذ نسخه يا كريم 2017، ده بلغه الارقام وصلت انديتين عندنا الاهلي والهلال السعودي وكمان لو انا مش غلطانه الجزيره الاماراتي والعين الإماراتي للمربع الذهبي ده في النسخ الستة الماضية، ومفروض بيعد كمان لو هنتكلم إفريقيا الأهلي والهلال أكثر الأندية العربية وصولا لنصف نهائي مونديال الأندية في الست نسخ الأخيرة ده بلغة الأرقام. طب تأهل كل منهم قد إيه؟ 3 مرات عفوا، ووصل الجزيرة الإماراتي للدور ذاته في مونديال 2017 أو 2017. العين الإماراتي النادي العربي كمان الوحيد اللي هو تمكن من الوصول للمباراة النهائية في الست نسخ اللي فاتوا، لكن إن هو خسر في النهائي كان أمام طبعا ريال مدريد بالنتيجة 4-1، فالموضوع تاني هنرجع نقول مش سهل ابدا. ريال مدريد نادي تقيل جدا مش محتاجين احنا نتكلم عليه، هو يعني يتحدث عن نفسه وبطولاته تتحدث عن نفسها، ولكن تاني هرجع اقول برضو انت كنادي اهلي ما زال عندك الامل كبير وما زال عندك الموضوع او الوضع اللي يسمح لك ان انت تخش وتقول انا ممكن انافس في البطوله مع ريال مدريد، لان ما فيش حاجه مستحيله. وفكره ان انا اقعد اقول انا فين وخصمي فين انا فين والمنافس بتاعي فين، ما كانش حد وصل لحاجة. على فكرة كل الأندية العالمية بتخسر، بي اس جي بيخسر، ريال مدريد نفسه بيخسر، بايرن ميونخ بيخسر، مانشستر يونايتد بيخسر، برشلونة بيخسر، فعادي عادي لو احنا بنتكلم ان في أندية كبيرة وتقيلة وعندها إمكانيات وعندها لعيبة ان هي نقدر ننافسها، مش صعبة ابدا. فان شاء الله خير وهيبان، كلها ايام قليلة جدا يعني، واكيد من خلالها هنتابع تغطيتنا مع حضراتكم لحظة بلحظة، لكن في امل، في امل يا كريم. أكيد انا أكيد الناس اللي عندي امل النسخة دي يمكن اكتر بكتير من النسخة كمان اللي فاتت. انا عن نفسي متفائل كمان بتفصيلة ان هي بتلعب في المغرب تاني، نرجع للمحبة المتبادلة بين المغاربة والمصريين، وده اللي بيخلينا دايما نشوفهم بيشجعوا بمنتهى الروح القتالية هم كمان يمكن أكتر من الأهلوية نفسهم من مصر اللي بيشجعوا النادي الأهلي. طيب بمتابعتنا لدرجات الحرارة مع حضراتكم كده هنروح فاصل ونرجع عشان أخبارنا أكيد لسه ما خلصتش، خليكم معانا. نرحب بيكم مره كمان، وخلينا نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا طبعا متعودين معاكم. ودلوقتي معانا مريم سميح من مقر النادي الاهلي بفرع الجزيره. مريم بونجور، صباح الهنا ومبروك عليكي ومبروك علينا جميعا. وقبل ما نخش طبعا في اخبار النادي الاهلي، مهم ان احنا نعرف منك اتفرجتي على الماتش فين والاجواء كانت عامله ازاي، احكي لنا يعني، اتفضلي. بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، نصر وفوز جديد طبعا، يعني من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنكون معاكم في جولة لأهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة. خليني طبعا في الأول يا نهاوند طبعا أبارك لك يا كريم، وبارك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان حول العالم طبعا بعد فوز النادي الأهلي الكبير امبارح طبعا أكيد على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا طبعا، يعني أكيد يعني
يعني زي ما احنا شفنا هدف قفشه وكمان قضيه جديده. الحقيقه ان انا كنت موجوده امبارح هنا هواندو، كنا متواجدين اكيد طبعا شبكه مراسلين النادي الاهلي كانوا متواجدين بفروع النادي الاهلي المختلفه، انا كنت موجوده هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. كانت الحقيقه يعني سابق اكيد ماتش النادي الاهلي وسياتل ساوندرز، يعني الحقيقه استعدادات كبيره جدا من قبل اداره الامن واداره الخدمات. الحقيقه ان كل الناس كانت بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لاستقبال جماهير النادي الاهلي او تحديدا اعضاء النادي الاهلي طبعا لمشاهده المباراه. والحقيقه ان انا قلت امبارح ان هم كانوا موجودين يعني قبل المباراه الحقيقه بحوالي 4 أو 5 ساعات، كانوا موجودين ايضا لمشاهده مباراه الوداد والهلال ايضا في نصف نهائي كاس العالم للانديه زي ما احنا شفنا امبارح طبعا، وتاهل الهلال لملاقات فلامينجو. الحقيقه ان احنا يعني امبارح كان في فرحه كبيره جدا يا نهواندو يا كريم بتعم على مقر النادي الاهلي بالجزيره، والحقيقه طبعا فرعي طبعا النوادي مدينه نصر والشيخ زايد، فرحه كبيره جدا. جماهير النادي الاهلي كانت مبسوطه جدا، كان الحقيقه كله يعني بيهتف باسم قفشه وبكل يعني لاعبي النادي الاهلي، كانوا شايفين ان رجل المباراه هو النادي الاهلي. ليه هو النادي الاهلي؟ لان هم شايفين ان كل لاعيبه النادي الاهلي كانت على قدر كبير جدا من المسؤوليه، وعلى الرغم من نادي سياتل ساوندر كان بالنسبه لهم شبه مجهول وكانت مباراه صعبه اكيد على المستوى الفني، ولكن الحقيقه ان هم قدروا ان هم يحرزوا الفوز، وده طبعا اكيد برضو يعني ارجعوا الفضل لاكيد مستر مارسيل كولر المدير الفني لطبعا النادي الاهلي. والحقيقه ان انا زي ما انا قلت امبارح بعد احتفالنا وبعد طبعا القضيه الجديده لقفشه، الحقيقه ان النادي الاهلي لا يقبل الا بمواجهه الكبار، وعلشان كده هو كان الحقيقه مصمم ان هو يتاهل نصف نهائي كاس العالم للانديه علشان يواجه طبعا ريال مدريد بطل اوروبا يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله في تمام الساعه 9. ان شاء الله مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه بعيده عن الاهلي، دايما معودنا ان هو على قدر كبير جدا من المسؤوليه، واحنا شايفين تالق النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه وتحديدا عقب تولي طبعا مستر مارسيل كولر طبعا للجهاز الفني. ان شاء الله يادوا اداء رجولي حتى لو يعني الفوز لم يكن هو حليفه، ولكن الحقيقه ان احنا بالنسبه لنا مفيش مستحيل، احنا بنتمنى ان النادي الاهلي يفوز على نادي ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله، ونحتفل ايضا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وايضا فرعي طبعا النادي سواء في مدينه نصر او الشيخ زايد. خليني بقى انتقل لكل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي سواء الفرق الرياضيه المختلفه او ايضا انشطه اللجان. نبدا بالكره الطايره رجال، الحقيقه بعد فوزهم على نادي الزمالك يوم الخميس الماضي ده كان في ختام يعني الجوله 7 للدوري رجال، الحقيقه يعني كانت مباراه كبيره جدا اقيمت على صاله 3 باستاد القاهره. الحقيقه يعني رجال نادي الاهلي او الماسترز طبعا رجال الطايره ادوا اداء رجولي الحقيقه وقدروا ان هم يفوزوا على نادي الزمالك بنتيجه 3-0. الحقيقه ان بعد هذه المباراه طبعا المفروض ان كان من الاول للرابع ومن الخامس للثامن الحقيقه ان هم يدخلوا في قرعه لتحديد طبعا مين هيواجه مين خلال نهائيات دوري طبعا الرجال او البلاي اوفز. الحقيقه ان اعلن الاتحاد طبعا الكره الطايره المصري عن يعني نهائيات البلاي اوفز او المرحله النهائيه لدوري رجال الكره الطايره، الحقيقه ان الاهلي هيواجه الطيران في دور الثمانيه بنظام بيست اوف 3، وكمان اعلن الاتحاد المصري للكره الطايره عن بطوله كاس السوبر المصري والمستحدثه واللي بتقام هذا الموسم للمره الاولى في تاريخ الكره الطايره المصريه. الحقيقه يعني نظام البطوله هيكون في فرق الاهلي او بتشارك فيه فرق الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري وطلائع الجيش. يعني يمكن عايز انوه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي عن مباريات او موعد مباريات النادي الاهلي في هذه المرحله. الحقيقه ان يوم الاربع يوم 8 فبراير الاهلي هيواجه الاتحاد السكندري في تمام الساعه 6 مساء، ثم يعني يوم 9 فبراير هيواجه طلائع الجيش في تمام الساعة 4 مساء، و11 فبراير هيواجه نادي الزمالك في تمام الساعة 6 مساء. ننتقل بقى دلوقتي لرجال كرة السلة، الحقيقة طبعا أيضا بعد فوزهم على سموحة ده طبعا في يعني الدور الترتيبي من الأول للثامن، الحقيقة برضو قدروا أن هم يحققوا فوز كبير جدا بنتيجة 74-54 في المباراة اللي أقيمت أول أمس الجمعة. الحقيقة أن هم برضو أدوا أداء رجولي وكبير جدا، الحقيقة دي
هتكون المباراه الاخيره زي ما احنا نوهنا خلال الفتره الماضيه، هتكون المباراه الاخيره في هذا الدور، وبعد كده هيكون في توقف دولي من يوم 3/2 حتى يوم 6 من مارس المقبل. ده طبعا علشان تصفيات افريقيا لبطوله كاس العالم. والحقيقه يعني ان اكيد الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكره السله اعلن عن القائمه يعني الحقيقه التمهيديه او يعني القائمه المبدئيه لكل او لكل يعني لصفوف الفراعنه. الحقيقه ان هو اختار 6 من لاعبي النادي الاهلي، الحقيقه سداسي النادي الاهلي ايهاب امين، سيف سمير، عمرو الجندي، عمر طارق، احمد اسماعيل، كريم حاتم. يعني السداسي هينضم لقائمه منتخب مصر لتصفيات طبعا افريقيا لكاس العالم. والحقيقه ان المعسكر هينطلق يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله يعني سداسي النادي الاهلي يادوا اداء مشرف ورجولي زي ما احنا متعودين منهم دايما. اي يعني اي لاعبين من اي فريق في النادي الاهلي بينضموا للمنتخبات المصريه الحقيقه ان هم بيادوا اداء مشرف جدا وكبير جدا. سيدات نادي الاهلي بقى كمان يمكن فازوا على الشمس بنتيجه 22-21، ده طبعا في رابع جولات الدور الاول بالمرحله الثانيه، وكانوا فازوا طبعا في المرحله الماضيه طبعا على نادي الزمالك بنتيجه 23-21. حقيقه ان مباراه الاهلي والشمس اقيمت امس على صاله الامير عبد الله الفيصل، والحقيقه ان هم قدروا ان هم يادوا اداء كبير جدا على الرغم من صعوبه المباراه. خلينا بقى نختم اخبارنا النهارده بانشطه اللجان ويعني لجنه ذوي الهمم بالتعاون طبعا مع اللجنه العليا للجان وتحت اشراف الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي. الحقيقه ان هي عامله نشاطات خلال الفتره المقبله، والحقيقه ان هي اعلنت عن تنظيم ورش للكورال كل يوم جمعه لمده 3 أشهر، وهتقام هذه الورش ان شاء الله طبعا لاعضاء النادي الاهلي من ذوي الهمم، هتكون في صاله راتب هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه ان هي بدات أول ورشة أو أول يوم يعني أول أمس الجمعة، وهتستمر لمدة 3 أشهر كل جمعة من كل أسبوع. طبعا دي كانت كل عناوين النهاردة وكل الأخبار اللي كانت معانا النهاردة المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة وأيضا أنشطة اللجان. بشكركم جدا، ببارك لكم مرة تانية، وإن شاء الله نكون موجودين معاكم الأسبوع المقبل وإحنا بنبارك على فوز النادي الأهلي على ريال مدريد. دايما هفضل أقول إن مفيش مستحيل أمام النادي الأهلي زي ما حقق الفوز امبارح وزي ما وصل لكأس العالم للأندية 3 مرات على التوالي والتامنة في تاريخه، وقادر إن هو يحقق الفوز أيضا على نادي ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل. بشكركم جدا، كلمة ليكم مرة أخرى. أنا بتفق معاكي وأعتقد كلنا بنتفق معاكي في النقطة الأخيرة اللي ذكرتيها مريم، مفيش حاجة أبدا مستحيلة، والنادي الأهلي لديه من البطولات والقدرات المختلفة اللي يقدر ويؤهله إن هو بإذن الله ممكن إن هو يعني يتخطى عثرة ريال مدريد، رغم كل الناس اللي ممكن تقول لك إيش جاب لجاب أو إيه الإمكانيات هنا والإمكانيات هنا وإيه التاريخ هنا والتاريخ هنا، مفيش حاجة مستحيلة. زي ما قلت أنا وكريم في بداية الحلقة برضو لحضراتكم، يعني أندية كبرى بلعيبة عالمية بتخسر، أندية كبرى بلعيبة عالمية بتخسر، شفنا ده يمكن في كأس العالم برضو في الماتشات اللي في الأول ما أرجنتين خسرت، وكمان نتكلم هنا على مستوى المنتخبات وغيره من المنتخبات التقيلة جدا اللي خسرت في يعني الفرق أو زي ما نقول المراحل الأولى، فعادي ده بيحصل جدا وارد ان هو يحصل يا كريم. واي شخص ممكن يتبادر لذهنه عبارات من عينة ايش جاب لجاب أو احنا فين وهم فين، فخليك عارف إن النادي الأهلي لما بيتم ذكره أو لما حد بيتكلم عنه وعن إنجازاته على المستوى العالمي هو الفريق الوحيد اللي دايماً بيبقى اسمه مقترن بريال مدريد من حيث بالمناسبة البطولات. يعني لو هنتكلم على الكم الأكبر من البطولات مثلاً القارية أو الدولية هنلاقي إن هما الاثنين أول اثنين في هذا الإطار، فإحنا مش بعيد قوي عن هذا الأمر. على كل الأحوال زي ما زميلتنا العزيزة مريم سميح عرفتنا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروع مختلفة، أنا كل ثقة إن هواند مش هتسكت وهي كمان بدورها هتعرفنا أهم المانشيت في الصحف العالميه والمحليه كانت بتقول ايه بعد الفوز العريض. ماشي، هو مبدئيا طبعا انا وكريم وفريق الاعداد قعدنا جبنا قبل الحلقه يعني اهم المانشيتات واهم ما قيل والتويتات كمان المختلف على قد ما نقدر في ايجاز علشان نقول لحضراتكم برضو كيف تحدث العالم بعد مباراه يعني الاهلي. اولا صحيفه ديلي ميل البريطانيه طبعا دي واحده من الصحف العريقه جدا في بريطانيا، قالت كده تحديدا المانشيت حصره امريكيه بعد هدف المصريين. انت بتتكلم ان كمان قالت تغييرات من قبيل حسره وحزن لوصف مشاعر سياتل ساوندرز الامريكي بعد هدف الاهلي القاتل، فانت متخيل برضو الصحافه كيف تتحدث، ومش هدف وخلاص ما قالكش فوز وخلاص، لا تحدثوا بشكل يعني اعتقد يستحقه النادي الاهلي. عندك كمان
موقع MLS سوكر الأمريكي قال سيناريو دراماتيكي بيقصي سياتل من كاس العالم. وشدد كمان الموقع أو قال من مستهل الخبر يعني على أن الأهلي وجد الفوز الدراماتيكي في نهاية المباراة بعد تسديدة ارتطمت في العارضة ثم ارتدت مجددا لأفشة ليتغلب على الحارس ستيفان فراي أو فري. موقع كمان عندك فوت ميركاتو ده هنا بنتكلم فرنسي. شوف احنا رحنا لمواقع بريطانية وأمريكية هنروح كمان لفرنسا. الموقع تحدث كده ان المباراة كانت متوازنة الى حد ما بين الفريقين مع ميول في اتجاهها نحو التمديد للأشواط الإضافية. يعني انت لو بتتفرج على المباراة تحديدا في الشوط الأول تقول المباراة دي هتخلص يعني ايه أشواط إضافية الى حد كبير، لكن اللي حصل في الشوط الثاني كان مش هقول مفاجأة لكن كان امر الى حد ما متوقع وحصل بشكل جميل واحترافي في الدقيقة 88 طبعا تحديدا. تكلم كمان هذا الموقع وقال ان الاهلي هيواجه العملاق ريال مدريد المرشح الاوفر الاكثر حظا في كاس العالم للاندية 2022. بص كمان عندك يا كريم من ماركا. ماركا تحدثت وقالت الأهلي ملك أفريقيا العظيم في مواجهة ريال مدريد. يعني وصفت الأهلي الصحيفة بملك أفريقيا العظيم واللي هيتلقى أو سيلتقي مع ريال مدريد في مواجهة مرتقبة يوم الأربع المقبل. صحيفة كمان أو موقع AS قال لك انتصار رائع للأهلي بشباك نظيفة جديدة. واتكلم كمان من مستهل الخبر قال لك لا شك أنها هزيمة مؤلمة بالنسبة لسياتل ساوندرز اللي شعر بخيبة أمل فقد فشلوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم في الشوط الأول. ده بالنسبة الصحف والمواقع لما لفينا كده جولة حول العالم. تعالوا نشوف كمان أبرز التويتات. عامر عبد الله المري بيقول لك مبروك للزعيم الهلالي الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد مباراة كلها معاناة أحدثها إصابتها بطاقتها رغم حتى الغيابات قبل وأثناء المباراة إلا أن شخصية الهلال لا تهتز إنه الهلال في كل مكان وزمان وعلى الأرض وقارة. إحنا هنا بنتكلم عن طبعا ماتش الولاد الوداد والهلال السعودي. وعلى فكرة الهلال السعودي برضو خلينا نقول بصراحة لعب ماتش حلو جدا تعالوا برضو نشوف اتحدث نفس الشخص على الأهلي وقال إيه. قال لك روح الفانيلا الحمراء برضو من الأستاذ عامر عبد الله مثل مسلسل ليالي الحلمية حلقات لا تنتهي فيها روح الفلاح والباشا والعامل والأستاذ الأهلي حاجة كبيرة في الوطن العربي وإفريقيا. الله على الرؤية نفسها. أنت فاهم إزاي؟ وبعدين هو عزبة. يتحدث عن النادي اللي بيمثل بلده وبعد كده يتحدث عن النادي الأهلي وبشكل محترم جدا طبعا. ويليق حقيقي بحجم النادي الأهلي. آخر حاجة عندك طبعا حفيظ دراجي قال لك ألف مبروك للأهلي المصري العظيم بلوغ نصف نهائي كاس العالم للأندية بعد فوزه على سياتل ساوندرز بهدف دون رد. والعديد والعديد من التويتات لشخصيات عامة في مجال الرياضة وغيره وشخصيات سياسية بالمناسبة كتير تحدثوا برضو عن فوز النادي الأهلي. وكل تويتة من دول للناس اللي هي بتبقى public figures شوف كم بقى متابع وكم ألف متابع وكم ألف ريتويت وحاجات زي كده. اتفرجي بعد يعني ماتش ريال مدريد كمان هتلاقي الأرقام دي تضاعف لان اكيد نسبه المشاهده عالميه لو انت بقى ايه اللي حصلت معاك وفزت يعني يو نيفر نو زي ما بيتقال يا سلام من بقك لباب السماء. عموما مفيش حاجه بعيده عن ربنا ولا بعيده عن قدرات والروح القتاليه العاليه جدا اللي موجوده عند كل لاعب في النادي الاهلي على حده. باذن الله نجد ما يسرنا باذن الله اثناء متابعتنا للقاء القادم بين الاهلي وبين ريال مدريد. خلونا نطلع فاصل ونرجع عشان نستقبل حضراتكم وكمان نستقبل ضيوفنا في اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. زي ما نوهت أنا وكريم في بداية الحلقة لحضراتكم إن إحنا الفقرة الأولى هيكون معانا بطل من أبطال السباحة. ومش بس كده مش هو مجرد بطل وخلاص، لا هو كمان من المشاركين في هنا فكرة أو احتفالية قادرون باختلاف. هو سباح وبيقلد المعلقين الرياضيين وعنده مواهب كتيرة جدا وهو نفسه كمان يبقى مذيع رياضي وحاجات كتيرة قوي كمان هنتكلم في كل التفاصيل بتاعتها. بس خلينا في البداية ننور أو نرحب باللي منورينا طبعا علي محمد علي والدته الأستاذة ناهد وهنكتشف مع بعض. صباح الفل في البدايه. صباح الخير على حضرتك. منورنا بجد يا محمد والله. علي محمد يعني واحد مش هتفرق. في بيتها يا ابو حميد مش هتفرق. منورنا ومشرفنا وسعداء جدا باللي انت بتعمله وسعداء جدا بالمواهب الكتير اللي عندك
وبنتمنى ان احنا ان شاء الله نشوفك في يوم من الايام فعلا بتقدم برنامج رياضي. وطبعا تحيه كبيره لحضرتك منورانا يا فندم. اهلا بيك. شكرا لحضرتك استاذ كريم. اهلا بيك. احنا يعني عايزين نعرف الحدوته من اولها، من اول يعني اكتشاف الحاله، وتعاملتم كاسره مع الوضع ده ازاي، ونتج عنه بسم الله ما شاء الله شاب منور ومشرفنا بالشكل ده. والله اول ما اكتشفنا علي كان يعني الاول كان نقص اكسجين في الولاده، وبعد كده اتطورت الحاله لغايه ما في سن 4 سنين عرفنا ان هي نقص اكسجين وتاخر عن طبعا سن زمايله وسمات توحد. فروحت مركز الامومه والطفوله، هما اللي شخصوا لي الحاله، واشتغلنا بقى على ان هو يبقى مؤهل، نشوف الاول هل هيروح مثلا مدارس تربيه فكريه او هيروح مدارس عاديه. فالدكاتره كلهم قالوا لا، هو سمات توحد قابل للتعلم، فهو يخش مدارس عاديه بس طبعا مع عنايه خاصه. اكيد. فدخلته يعني مدارس طبعا حاجه خاصه عاديه جدا مع زمايل عاديين. كان المدرسين طبعا ساعدوا ان هو يتعامل مع زمايله، تنميه المهارات، كنت شغاله برضو تنميه مهارات وتخاطب، جلسات يعني من سن 4 سنين لغايه 3 ابتدائي مع المدرسه. المدرسه كانت بتنمي برضو، وخلصنا المراحل بقى التعليم لغايه ما دخلنا ثانوي عام، جاب 97% في الثانويه العامه ما شاء الله، كان واخد 3% حافظ رياضي عشان جاب ميداليتين في بطوله الجمهوريه دهب. وبعد كده قدمنا عندي في التنسيق، وفي الفتره دي كان في نازل مسابقه منحه لاحدى المؤسسات يعني، فخدوا علي في المنحه في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا قسم كليه الاداره. قصه نجاح يا استاذه ناهد، يعني دي قصه نجاح بجد، ويرجع الفضل فيها اولا طبعا لربنا وبعدين لحضرتك، ويرجع الفضل ليها كمان لعلي، او بلاش اقول محمد، كنت اقول محمد تاني، علي مش هتفرق والله ما هتفرق. مش هتفرق والله، انا لو حد قال لي يا سري هرد عادي يعني. فبجد احنا دلوقتي بنتكلم عن الكونكلوجن او المنتج، بس ورا المنتج ده كفاح وكواليس، واكيد حضرتك مريتي بظروف صعبه جدا، واكيد كان في تحديات علي بيواجهها. فدي معلش قبل ما نخش بقى ونتكلم مع علي ونديه الفرصه ان هو كمان يقلد لنا، بالمناسبه كنت بقول لحضراتكم بيقلد معلقين، فانا مستنيه نسمع ده او نشوف ده. بس احكي لنا شويه عن الفتره الصعبه قبل ما شاء الله انت ربيتي دلوقتي نموذج ناجح بكل المقاييس. الحمد لله. ده حقيقي، احنا بجد يعني خليني اقول لكم مش بجاملك، احنا بنتشرف بالناس اللي زيك يا علي، واحنا اتقابلنا في قدرون في اختلاف في طبعا النسخه الاخيره، وانت كنت مع كابتن سيف زاهر في الفقره اللي قدمها، وحتى كان ليك لقطه كده معاه هنتكلم فيها. بس احكي لنا استاذه ناهد على المراحل لحد ما دلوقتي شايفين علي قدامنا. الصعوبات الاول ما كانش الناس اللي حوالينا مدركين يعني ايه توحد، يعني ايه صعوبات. طبعا المدارس دلوقتي طبعا يعني الدنيا اتطورت اكتر، بقى برضو في عهد الرئيس السيسي عرفوا يعني ايه ولادنا، يعني الملف ولادنا ده اخذ اهتمام اكبر جدا بصراحة. يعني 4 سنين او 5 سنين الاخرانيين دول كان فرقت كتير. صح. طبعا يعني في تحديات، تحديات من اللي حواليكي، بس هو الواحد لما يعني انا خلاص رضيت بالحاله اللي معايا، وعايزه ان ربنا يعني جازين ان انا في اللي اعمله ابني، عايزه هو ابني، فلازم ان انا اخليها احسن حاجه في الدنيا. تعرف يا كريم لو انت فاكر احنا كنا بنستضيف برضو امهات لابطال نماذج مختلفه، كنا انا وكريم بنسال نفس السؤال ده، كنا نقول هل كنتوا بتخافوا عليهم؟ وبالتالي شعور الاهالي في الاول ممكن يبقى انا خايف على ابني او بنتي فانا بقفل عليه، لكن الثقافه دي اتغيرت دلوقتي. انا بقيت لا، انا عايز ابني يخش ويواجه المجتمع، لان ما حدش باقي لحد يعني. ربنا يديكوا الصحه، بس يوم ما لا قدر الله هيحصل حاجه الولد او البنت دول هيبقوا لوحدهم، فبالتالي انا لازم اربيهم من دلوقتي ان هم يقفوا ويواجهوا المجتمع وينجحوا ويتقبلهم غصب عنه كمان المجتمع. بقول هنا غصب عنه، لان ده لازم. الثقافه دي نتج عنه ان احنا شايفين علي بطل منور الدنيا اهو. الحمد لله. الحمد لله. دي حقيقه. وبالمناسبه بقى يعني احساسك ايه وانت واقف بتدردش كده مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بصراحه ده احساس بالفخر الصراحه يعني. يعني كان عندي كنت مبسوط جدا، كنت مبسوط. طبعا. وهو كان مبسوط على فكره جدا، كان باين على ملامحه وهو بيتكلم. يعني خاصه في حته لما قلت هقعدهم في البيت ماتوا على روحهم من الضحك الصراحه يعني. ايوه. طب احكي لنا عن تجربه بقى، يعني انت طلعت مع سيف وكابتن سيف زاهر يعني، واتكلمت معاه وقلت له ان انت عايز تبقى معلق رياضي وان انت عندك الموهبه دي، صح؟ طب دلوقتي من ساعه بقى قدرون باختلاف لدلوقتي ايه اللي حصل بقى؟ اتمرنت رحت فعلا؟
انا الحمد لله يعني بالنسبه لي ان انا احلل ماتش مباراه القمه بين الاهلي والزمالك دي بالنسبه لي كانت مفاجاه الصراحه. اوكي احكي لنا عنها بقى، عملت ده امتى؟ عملتها من يوم ماتش القمه. عملتها على ايه؟ على قناة اون تايم. اوكي وكان معاك كابتن سيف؟ كابتن سيف وكابتن حازم امام وكابتن عماد متعب وكابتن شيخ طه اسماعيل. حلو جدا. ايمن وكابتن ايمن يونس. جميله كلها. جميل. طب ايه حكايه تقليد المعلقين دي؟ الحمد لله دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. طب تحب او انت بتحب تقلد مين اكتر؟ احب اقلد مدحت شلبي. ده انا كنت متوقعه بقى. جميل. طب يلا لو هلا هلا ايه الحلاوه الجمال دي؟ الله عليك تحفه والله. لو بيجيب التون برضه. بتلعب حاجه تانية غير السباحه يعني ولا هي السباحه بس؟ انا بلعب كره سله وكره يد والعاب قوه وريل ايكيدو. ايه ده كل ده عندك وقت تعمل الكلام ده كله؟ برافو عليك. طب وانت اشطر في انهي رياضه منهم؟ الحمد لله الحمد لله السباحه. السباحه واضح ان هي اللي ليها الثقل الاكبر. احنا لعبنا يعني دخلنا في بطولات في الالعاب دي بس اللعبه الاساسيه السباحه. واخيرا بقى لعبه الريال ايكيدو دخل وخد مركز ثاني. طب انتوا يومكم عامل ازاي؟ وانا هنا بتكلم بصيغه الجمع يعني يوم حضرتك ويوم علي، وانا طبعا اكيد انت معايا 24 ساعه في اليوم، فيومكم عامل ازاي كده عرفينا. طبعا في زي ما بيكون في ايام الدراسه محاضرات الجامعه بنروح الجامعه بحضر معاه. لو في تمرين بعد الجامعه بنروح. ما فيش بيبقى في اليوم اللي هو فاصل بين يعني بيبقى في الاجازات بين الجامعه برضه بيبقى في تمارين. بعد كده يعني بنروح لو في اي حاجه في حاجه بيقرا على المحاضرات اللي اخذها. ايام طبعا بيبقى فيه طبعا كل شويه في التمارين ايام الدراسه. بس ما شاء الله بيلعب الرياضات دي كلها. ده انتوا معنى كده ان كل يوم في تمرين رياضه؟ هو الممارسه الاساسيه السباحه. أوكي. يعني الممارسه الاساسيه دلوقتي السباحه. حلو جدا. طيب معلش نفهم ظروف برضو البيت عندكم، حضرتك عندك كام مثلا ولد او بنت؟ عندي ايه واحمد اكبر من علي. اوكي احمد وايه وعلي. بس هما يعني كبار عن علي فرق بينهم. فحضرتك متفرغه بقى لعلي اكتر يعني. قبليها برضه انا اخر معقول. كله يا عم علي الدلع كله. ختامها مسك يعني. لا بس شاركوا معايا يعني برضه يعني طبعا بابا يعني كان يعني يعتبر انا متفرغه لعلي. اخواته برضه بيساعدوا اخته وسعادة كبير جدا في اي حاجه كانت بتطبقها معاه في البيت. ما هو الاهل يعني هو اكبر دور يعني. الاهل هم دول اكبر سند والبدايه عندهم يعني. والعكس صحيح، لو الاهل مش بتساعد لو مش مسانده لو مش بتحفز خلاص مفيش مستقبل. حتى اللبس اي حاجه اخواته هم اللي بينزلوا هم اللي بينسقوا بيجيبوا. فبالتالي اي نجاح بيحققه علي سواء على المستوى الدراسي والاكاديمي على المستوى الرياضي على المستوى حتى الاجتماعي اكيد بتحس ان في طبطبه من ربنا عليكي بالنجاح اللي هو بيعمله. هي الحاله حتى يعني حاله علي ما كانتش كده الاول يعني. كان في فرط حركه جامده، كان في طبعا يعني سمات التوحد كانت جامده عنده مع تغيير مع تعديل السلوك في الجلسات. واحنا برضو طبعا طول ما احنا ولا زال يعني ولادنا طول ما احنا يعني يمكن غير الولاد العاديين لا يعني احنا بنديهم قيم وحاجات ممكن تكون مش في الولاد العاديه. صح. ازاي تقعد ازاي تاكل ازاي يعني بتبقى زياده شويه عن الولاد العاديين عشان احنا بنبقى عايزينهم ما حدش يعني شوف ولادنا زي ما اي حد بيرحب بيهم دلوقتي واي حد بيتبسط بيهم يعني. رائع جدا. تعال بقى يا علي نتكلم شويه. انت دلوقتي واصل يعني انت عندك كام سنه في الاول؟ عندي 21. 21 يعني انت اهو بتبتدي دلوقتي نقول حياتك وبتبدا حياتك وانت عندك سي في حلو جدا. انت شاركت في اكتر من نسخه في قدرون باختلاف، اتكلمت مع الرئيس، رحت عملت او زي ما بيتقال كده علقت على مباراه القمه مع قامات كبيره جدا على قناه كبيره طبعا زي اون، وفي نفس الوقت انت بطل في رياضات مختلفه. علي بقى عايز كمان كام سنه يبقى فين ويوصل لايه؟ ايه حلمك؟ انا حلمي ان ابقى مدير تسويق ومحلل رياضي واعلامي رياضي ان شاء الله. واعلامي رياضي. طب ليه بقى التسويق يعني واعلامي رياضي؟ عشان انا طالب في اكاديميه العربيه فرقه ثالثه قسم كليه اداره اعمال قسم تسويق. فانت عايز يبقى هنا وهنا، تكسب من هنا وتكسب من هنا ان شاء الله عشان تبقى غني. برافو عليك ان انت تحدد انت عايز ايه وعارف ومخطط. بالمناسبه يا فندم مدام نهد يعني فرصه للناس اللي بيتابعونا وحاضريننا في اللقاء ده اللي منهم عنده حاله خاصه زي الحاله اللي حضرتك يعني
تعاملتي معاها كما ينبغي ان يتم التعامل الامثل يعني، فطبعا بنحييكي على ده مره ثانيه. ايه المتاعب اللي انت اضطريتي ان انت تخوضي فيها؟ وفي نفس الوقت لو عندك رساله او حتى طلب من اي جهه او من اي فرد ممكن يكونوا بيتابعونا دلوقتي، حتى لو كان الكلام على الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، من الدوله المصريه ذات نفسها، تحبي تطلبي ايه من مين وتقولي له ايه؟ والله الدوله دلوقتي مش مقصرين يعني، وزاره الشباب بتتابع ولادنا في نشاطات كتير لاولادنا، الوزير نفسه ما بيتاخرش يعني، لسه علي كان مع الوزير من قيمة 3 ايام كان في تكريم الولاد اللي هم البارالمبي. احنا كده عايزين كارت توصيه من علي بقى، بيقابل الرئيس وبيقابل السيد الوزير بقى، كارت توصيه كده وصي عليه. والله من عندي، من الكابتن عندي على فكره، وعامل لحضرتك فولدر على اللاب بتاعه للحلقات بتاعت يا رب يخليك. والله على طول على طول بيقعد يتفرج يعني، بياخد واخدها كده، بياخد منها زي عزه و اوكي. انت اهلاوي اصلا يا علي؟ اه الحمد لله، كده بتتابع بقى القناه عندنا يعني. طيب بس هي صعوبات يعني، كل ما هتشتغل مع ابنك او بنتك في كل حالات ولادنا اكيد بتلاقي. طب الناس اللي نهواند كانت بتتكلم عليهم من شويه، ده ممكن يكون عندهم حاله مشابهه وبيقفلوا عليهم خوفا عليهم من التعامل مع الاخرين، ودي كانت ثقافه فعلا هم بيأذوهم، لان بعد كده هم الاولاد كل ما بتديهم هم بيتعلموا، هم يمكن بيبقى عندهم قيم انت بتفوجئ بيها عندهم. أي. حاجات كل ما هتشتغل معاهم كل ما هتلاقي اكتر، وهتريحهم انت نفسك يعني هتستريح اما الاقي ابني كويس مطمنة على ابني، فدي يعني الحمد لله نعمه من عند ربنا الحمد لله. يعني ربنا يوفقكم باذن الله، يوفقك يا علي تحديدا. احنا عايزين كمان كام سنه كده نشوف معلق رياضي بينافس كابتن مدحت شلبي، خلي بالك من النقطه دي بقى، ونقدر نعملها. بس قبل ما نختم كمان معلقين دوليين يعني. لا بجد والله، مين معلقين دوليين مثلا؟ عندك مثلا عصام الشوالي. كمان طب يلا نختم بحاجه، صد الكوره بالراس، القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، شاط الكوره جول. استاذ كريم انتوا نورتونا. هيقلد استاذ كريم؟ لا بس انا ما عنديش لازمه معينه، ممكن هتقلد استاذ كريم. يا ريت يبعلق، يا ريت يبعلق. لو شفت مثلا كذا هتعمل ايه؟ ده برنامج الصدمه. ايوه ايوه برنامج الصدمه. ايوه طبعا ايوه طبعا. انا سعيد بمتابعتك يا علي، وبتمنى لك كل توفيق. انتوا نورتونا النهارده يا فندم، وربنا يقدرك يا مدام ناهد، وان شاء الله تسعدي بيه كمان وكمان، ويحقق لك المزيد من النجاحات اللي فيها. نرجع ونقول طبطبه من ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك نورتينا. انت عايز تقول حاجه يا علي قبل ما نختم؟ اي حاجه يعني؟ انا عايز اقابل الكابتن محمود الخطيب، واقابل لعيبه الاهلي. مين بقى؟ مين بقى؟ خالد يانج ومحمود كهربا. ماشي، يرجعوا بالسلامه منتصرين باذن الله كده، ويفرحونا كلنا. ان شاء الله في ماتش الاهلي نقدم ماتش للتاريخ ان شاء الله يعني. الاهلي يقدم ماتش للتاريخ. دعواتك يا علي، دعواتك ان شاء الله. نتفائل بيك كده، وان شاء الله ده يحصل. نورتونا، كل التوفيق ان شاء الله لعلي في الخطوات اللي جايه، نستضيفه كده بعد فتره ونلاقي بقى ان هو وصل كمان لاعلى من كده بكتير باذن الله. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. يا رب دايما فايزين ومنتصرين وفرحانين، وربنا يفرح لعيبه النادي الاهلي اللي مفرحه ملايين الاهلاويه في كل مكان في العالم، مش بس جوه مصر، جوه مصر وبراها. معانا في الفقره دي مهاجم من العصر الجميل لكره القدم، سواء مع منتخب مصر او مع جميع الفرق اللي لعب لها، سواء جوه مصر او حتى خارجها. هنتكلم معاه وعن مشواره وعن مسيرته كلاعب محترف وكمان كمدرب، وطبعا لن يخلو كلام من حديث حول النادي الاهلي واللي بيعمله لعيبه النادي الاهلي في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. منورنا كابتن اسلام شكري، مهاجم ليرس البلجيكي وكمان منتخب مصر السابق. يا صباح الفل عليك، واهلا بيك معانا يا كابتن. اهلا، ازيك كريم؟ وازيك يا نعم. منورنا كابتن اسلام، وفي كلام كتير حابين طبعا نتكلم فيه، وهنتكلم عن كاس العالم للانديه وريال مدريد والاهلي، ولازم نتكلم برضو عن الملف الشخصي بتاع كابتن اسلام. يعني خلينا نعرف دلوقتي قبل ما نروح بقى للتفاصيل المختلفه والنقاط المختلفه، كابتن اسلام حاليا مشوارك ايه في التدريب في العموم؟ لا انا مش في التدريب قوي، انا في الاداره. كويس. بس بيبقى تحتيه الاستاف، بيبقى فيه مدربين واداريين، و اللي هو الستراكشر بيجي تحت قطاع الاكاديميات. انا مدير الاكاديميات بنادي الجزيره الاماراتي، مدير الاكاديميات الخاصه بنادي الجزيره الاماراتي، وقبل كده كنت في الوحده الاماراتي، وهنا كنت مدير الاكاديميات وقطاع البراعم في وادي دجله، ومدير قطاع الاكاديميات في اتحاد الكوره،
ويمكن انا شويه كنت مركز في الحته دي في الفتره اللي فاتت، والحمد لله يعني عملت فيها شغل كويس. انت لفيت لفه حلوه في العالم يعني، فاكيد نتج عن ده رؤيه معينه تقدر من خلالها تقارن بين كره القدم المصريه وكره القدم مثلا الاسيويه او كره القدم الاوروبيه. تمام. شفت ايه نتيجه خبراتك المتراكمه طول السنين اللي فاتت دي؟ لا، هو لو هنتكلم على حته اللعب او اللعيبه، احنا عندنا مواهب كتير جدا موجوده، ودايما بقول ان احنا ينقص المنظومه هنا هو النظام بس، يعني الفرق ما بيننا وما بين اي مكان تاني هو النظام. احنا شويه عندنا نظام غايب عندنا في رايك. لان شويه المفروض انه السيستم يبقى لما يتحط يمشي على الكل. احنا ساعات ما بيبقاش فيه امور بتسري على الكل، فالسيستم او اللي هي النظام بيبقى يختل بالظبط. فاعتقد ان احنا لو اتحط نظام، وبالذات انه دلوقتي بقى فيه رولز ان انت تاخد رخصه نادي محترف او ان انت تبقى عندك بتحقق كل الريكويرمنتس بتاعت ان انت تبقى نادي محترف، احنا فيها متاخرين جدا. فبيترتب عليها ان انت عندك قصور كبير جدا في جميع القطاعات بتاعه الكوره. يعني هتكلم مثلا على قطاع الناشئين اللي هو او قطاع الاكاديميات، احنا عندنا هنا الامور مش واضحه بالنسبه لان ازاي نبدا نعين مدربين، نخليهم يحصلوا ازاي على دورات تدريبيه، ازاي نعلمهم ان هم يتعاملوا مع الاولاد، اللي هي البدايه ان انت تعمل عندك قاعده تبني عليها. يعني في أندية طبعا في عندهم شغل كويس، بس في الآخر المفروض أن كل حاجة تبقى ماشية بالنظام اللي هو السائد يعني. بس ده لا، هو مش بس ده، احنا عندنا كلام كتير، لانك بتقول كلام مهم جدا على فكره. يعني فكره هنا اصلا الكلام ده ممكن نقوله لما هنيجي نتكلم بقى عن تطوير الكره المصريه اللي بتبدا اساسها قاعده الناشئين، واختيار زي ما حضرتك قلت المدربين وتعليمهم والسي في بتاعهم وكيفيه التعامل مع اللعيبه، كل ده على فكره اسس لازم ان احنا نتكلم بالزبط. فيها لا، خلينا بقى عشان ناخد وقتنا اكتر وما نقطعش كلام حضرتك، نروح بس سريعا جدا للمغرب ولايف فيو مع زميلنا كريم احمد وكواليس بعثه الاهلي قبل مونديال طبعا كاس العالم للانديه. كريم صباح الفل، بونجور عليك طبعا، ومهم جدا ان احنا نتابع لحظه بلحظه وننقل الصوره حيه لكل الساده المتابعين، يعني لحظه بلحظه ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل بعد امبارح الفوز الجميل، ازاي كانت المشاعر المختلفه في الكواليس كمان سواء في الاستاد او في الاوتيل بعد عوده طبعا الفريق الاول بينهم وبين بعض في اوضه اللبس. دلوقتي احنا بنتكلم عدينا مرحله طيب الاستعدادات بقى، وطبعا كلنا عارفين النادي الاهلي بيستعد من بعد لحظه انتهاء اي مباراه او صافره يعني انتهاء المباراه، فاللي جاي كمان كلمنا عنه يا كريم اتفضل. صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزة نهاوند، وصباح الخير أيضا على زميلي العزيز كريم، وكل التحية لضيفك الكريم الكابتن إسلام شكري. يعني أكيد بنبارك لكل لعيبة النادي الأهلي، مجلس إدارة، جمهور النادي الأهلي، روح كبيرة جدا الحقيقة وإصرار وهدف الحقيقة من القاهرة الوصول إن شاء الله نقطة بعيدة جدا في كأس العالم بالجدية الكبيرة وبالتركيز والترتيب الإداري الحقيقة، بداية من كابتن محمود الخطيب اللي بصمته مهمة جدا وتواجده بيكون رائع جدا، رسائله بتكون مهمة لعيبة النادي الأهلي. يعني عايز أقول لك الفرحة كانت كبيرة جدا الحقيقة، والشكر الكبير اللي احنا لابد إن احنا نوجهه لأشقائنا المغاربة الحقيقة، يمكن في لفتة طيبة جدا. أنت عارف امبارح كان في مباراة الوداد، عقب انتهاء مباراة الوداد مباشرة كل جمهور الوداد ده، كل جمهور طبعا المغرب تواجد في استاد ابن بطوطة لتشجيع النادي الأهلي بقيمته الكبيرة. مباراة كانت صعبة جدا الحقيقة، يمكن في ناس بتقلل من فريق سياتل، الفريق مميز جدا، عنده سكواد رائع، قيمته التسويقية كبيرة جدا، عشان كده المباراة كانت صعبة، كانت فيها تحديات كبيرة جدا، لكن الحمد لله يعني عندنا مدير فني على أعلى مستوى مستر كولر اللي يمكن بنوجه له الشكر لأن سيناريوهاته كتير جدا، الراجل بكل صغيرة وكبيرة بيركز فيها، فعشان كده ربنا بيكرم المجموعة كلها، كل واحد بيقوم بدوره، الجهاز الفني بالكامل، عشان كده المجموعة كلها ما بتجتهد، ربنا بيكافئ لعيبة النادي الأهلي. فيمكن كانت فرحة مهمة جدا غدا عقب العودة طبعا لفندق الإقامة، يمكن كل العاملين هنا في فندق الإقامة وقفوا، يمكن حيوا لعيبة النادي الأهلي وحيوا مجلس الإدارة على الأداء الكبير والروح الكبيرة جدا اللي شايفينها والعلاقة الأكثر من رائعة بين أشقائنا المغاربة طبعا وجمهور النادي الأهلي اللي بنأكد عليه حرصه اللي يكون متواجد، هتافه وتشجيعه، أجواء طيبة ورائعة جدا. مش بعيد والله انا هوند، مش بعيد زميلي الكريم ان احنا نوصل لنقطه بعيده جدا في كاس العالم، عندنا مواجهه اولى رسميه امام ريال مدريد تكتب في تاريخ
سجل لاعبي النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي مواجهه صعبه ومهمه جدا. في نقطه مهمه في مباراه ريال مدريد، الاحترام طبعا للمنافس، لكن ما تخافش من المنافس، ده امر مهم جدا، ويمكن ده الحقيقه اللي بيحاول يعمله مستر كولر، ان هو يرفع الضغوطات بشكل كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي. استمتع، ادي مباراه مهمه جدا، توفيق ربنا سبحانه وتعالى انت بتنتظره، لكن هي جيم هيكون صعب، فريق يمكن من احسن الفرق واهم فريق في العالم الحقيقه ريال مدريد، لكن دي كره قدم 90 دقيقه بالجهد والاصرار الكبير اللي متواجد، ما تعرفيش ممكن الخير يكون فين، لكن يا رب ان شاء الله يستمر الاصرار الكبير جدا اللي فيه لعيبه النادي الاهلي وتركيزهم في معسكر فريق النادي الاهلي هنا في كاس العالم للانديه. طبعا يعني احنا في هذه اللحظات صباحا طبعا متواجدين في فندق الاقامه، لكن عايز اقول لك نهاوند احنا هنتحرك في خلال 30 دقيقه الى التدريب فريق النادي الاهلي، لان احنا عندنا لسه رحله شاقه الحقيقه الى الرباط، يعني 3 ساعات سفر للبعثه بالكامل، هتستغرق 3 ساعات او 3 ساعات ونص، فيمكن مجهود كبير، فيمكن مستر كولر بيحاول ان هو النهارده يكون يعني ريكفري بسيط للعيبه اللي ما شاركتش، وكل اللعيبه الحقيقه اللي شاركت هتكون متواجده في فندق الاقامه، تؤدي ايضا كمان يعني بقى التدليك والحاجات الريكفري الخاصه بلعيبه النادي الاهلي، لان عدد الساعات هيكون كبير من السفر، لكن التحدي موجود والانكار الذات موجود، فيا رب يا رب ان شاء الله باذن الله كل الظروف والمناخ وكل الاجواء الطيبه والتحضيرات تصب في مصلحتنا ولكل حدث حديث بقى في مباراه ريال مدريد ان شاء الله يا كريم. وهروح برضو معاك تاني للنقطه، فكره هنا كواليس اوضه اللبس، احنا شفنا الاحتفال بمحمد شريف طبعا وعرضنا الفيديو ده صوت وصوره اكتر من مره على قناه يعني النادي الاهلي، لكن خلينا نعرف برضو الكواليس اللي دارت ازاي، كان في حديث، فكره هنا برضو الاستعداد من قبل اللعيبه للمباراه اللي زي ما انت قلت طبعا الفاصله ان شاء الله يعني مع ريال مدريد، ايه اللي دار الاستعداد ازاي، سواء هنا بنتكلم مش بس فنيا لا كمان استعدادات على الجانب النفسي. هو الجانب النفسي الحقيقه مهم جدا، عشان كده بنقول يا نهاوند لابد ان الكل يكون رافع الضغوطات، الجهاز الفني يرفع الضغوطات عن لاعبي النادي الاهلي، الخبرات الحقيقه المتواجده يعني الشناوي، ربيعه، معلول، متولي هاني، يعني مش عايز انسى حد، السوليه، يعني حمدي فتحي، خبرات كبيره جدا وعارفه اهميه هذه اللحظه، استمتع بكره القدم، ويمكن كل لعيبه النادي الاهلي بتتحدث عن هذا الامر. الحقيقه يمكن محمد شريف كمان كان عيد ميلاده امس، والروح الكبيره جدا، اوضه اللبس وسر النجاح هي العلاقه الطيبه جدا من لعيبه النادي الاهلي، النجاح ما بيطلعش غير من العلاقه الطيبه، بيحافظوا على نفسهم بشكل كبير، اسرارهم مع بعض، كتله واحده، تيم واحد، قلب واحد، عشان كده اما بنقول ثقتنا كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ما بنقولهاش من فراغ، لان احنا لمسين الحقيقه هنا في فندق الاقامه وفي التحركات كل شيء محسوب، في تركيز كبير جدا، الكل عنده انكار للذات، وده امر مهم جدا، النجم هو النادي الاهلي والهدف هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. الترتيبات الفنيه طبعا متروكه لمستر كولر، لكن الضغوطات النفسيه والتحضيرات النفسيه مهمه جدا، كل لعيب هيقابل ريال مدريد ده حلم كبير جدا، اول مباراه رسميه دي حاجه كبيره جدا ان انت تقابل يعني نادي ريال مدريد من اهم انديه العالم، فعشان كده زي ما بنقول نهاوند احترم بس ما تخافش من المنافس، ادي له كل الاحترام لكن الخوف مش مطلوب، لان لو احترمت المنافس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكافئك بمشيئه الله، فيا رب ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون معانا في مواجهه مهمه جدا الاهلي وريال مدريد. نقطه مهمه جدا وناكد عليها وناخدها كمان حاجه يعني زي ما بتقال كده مبدا في حياتنا فعلا، يعني احترم المنافس بتاعك لكن ما تخافش منه، ما تحسسش نفسك ان انت اقل منه ابدا. وبالمناسبه كمان اضيف هنا على حاجه كان كابتن محمود الخطيب قالها برضو يا كريم، وفكره هنا لما عادوا للفندق مره تانية وطبعا كانوا بيحتفلوا وغيره، وهو قبل ما يصعد لغرفته يعني هو كان تحدث ان جميل جدا ان احنا نفرح وفرحوا، لكن احنا لسه ما حققناش حاجه، احنا لسه ما حققناش اي ميداليه، فلا نبالغ في يعني الفرح، لكن اكيد نفرح، لكن عندنا ما هو اصعب وقادم في الايام اللي جايه، فدي برضو اعتقد رساله مهمه جدا كان بيوجهها كابتن محمود الخطيب سؤال للعيبه او حتى لجماهير النادي الاهلي. على كل حال تغطيتنا مستمره معاك لحظه بلحظه كالعاده، زميلنا العزيز جدا كريم احمد شكرا ليك. نرجع بقى لكابتن اسلام، وبالمناسبه الشيء بالشيء يذكر قبل ما نكمل كلامنا في النقطه اللي كنا بنتكلم مع حضرتك فيها من شويه، رؤيتك لمشوار النادي الاهلي حتى هذه اللحظه سواء في اللقاء الاول او اللقاء الثاني الماتشين اللي فاتوا، شايف الوضع عموما عامل ازاي؟ والى اي درجه انت مطمن في الماتش اللي جاي؟ البدايه جيده طبعا في ماتش اوكلاند، المباراه كانت يعني متوسطه نسبيا بالنسبه للمستوى، امبارح كان مباراه كبيره قدام فريق كبير سياتل، النادي اساسا عريق يعني عنده تاريخ في من زمان في امريكا، لكن هو كان وقف مده معينه وبعد كده رجع تاني اتفعل في 2007، وهو من الانديه اللي هي عندها قيمه تسويقيه عاليه جدا، عندهم سبونسرز كبار، عندهم لعيبه كبيره كانوا بيستقطبوهم اللي هم بيبقوا شويه كانوا بيبقوا مخلصين
مخلصين مشوارهم مع انديتهم في اوروبا زي ليونين بيرج مثلا اللاعب السويدي اللي كان بيلعب في ارسنال. يعني هم نادي عنده شكل وعنده هويه. اعتقد ان مباراه امبارح كان يمكن الشوط الاول كان سياتل المتسيد المباراه اكتر من النادي الاهلي، وكان ويمكن اللي حصل ده كان يمكن من تغيير مارسيل كولر لللاين افشا وشريف عبد القادر. طبعا لا، في الحته الاولانيه اللي هي بتاعه السترايكرز اللي هي بتاعه المهاجمين كان يمكن فاجئنا كلنا ان هو مغير اللاين كله. فاعتقد انه مع تبديلاته في الشوط الثاني زي ما نهاوند قالت ان هو ادى افضليه للنادي الاهلي في الشوط الثاني وكللت بالنجاح بالهدف افشا. توقعاتك للماتش اللي جاي بقى، وده مش اي ماتش، لا مباراه تاريخيه، مباراه صحيح. يعني مباراه تاريخيه تسويقيه اعلاميه طبعا. كل حاجه فيها كل حاجه تفيد النادي الاهلي. ريال مدريد جاي طبعا، هو طمعان في البطوله زي العاده يعني طبيعي. عنده غيابات، لو احنا تعاملنا معاها لو كولر اتعامل مع المباراة بشكل كويس وقدر يلعب على النقاط اللي هي يمكن عندهم نقص في بعض اللعيبة زي غياب مثلا ناتشو، سوري آسف، كارفاخال وماندي في حتة المدافعين ناحية اليمين والشمال، وبيلعب باتنين ما بيلعبوش في مكانهم زي ناتشو وكامافينجا هيلعبوا في المكان ده، لو انت اشتغلت على الحتة دي في ان انت تقدر تضرب ريال مدريد من الحتة دي، وانت عندك سابقة قبل كده ان انت اشتغلت مع ريال مدريد وكسبته في مباراة ودية، وطبعا بس في حصلت يعني طبعا ده اللي احنا عايزين نقوله يعني في الاخر انت لو قدرت ان انت تنظم نفسك بتلعب ضد نادي كبير ولعيبة واسماء كبيرة، بس بالنظام بالتاكتيك اللي ممكن كولر يشتغل عليه ان هو مثلا ممكن يأمن دفاعاته بشكل كويس، يلعب بطريقه شويه فيها تقفيل على العمق لان هم ساعات بيشتغلوا من العمق عشان لعبته في نص الملعب زي كروس ومودريتش وسيبايوس اللي هيلعب برضه في المباراه دي بيشتغلوا شويه من العمق، لو انت قفلت على فينيسيوس وفالفيردي كل الحاجات دي لازم تبقى انت محضر ليها. انت بتقول انا بقول جوايا يا ساتر يا رب، ما انا لسه يا رب. انا وانا بتكلم عمال اقول الاسماء، فهو فعلا حاجه. وغير كده طبعا صاحب الكره الذهبيه بقى كريم بنزيما، يعني صوت كبير بيلعب الكبير، ما هو ده طبيعي برضه طبعا. النادي الاهلي دايما مشرف مصر وفعلا بيدينا ايمج كويسه قدام العالم العربي والعالم كله، وان شاء الله يعني المطلوب ان هم يقدموا شكل كويس عشان احنا بنتمنى ان النادي الاهلي يحقق ميداليه اعلى من الميداليه البرونزيه ان شاء الله. هو كان في كلام عن احتماليه غياب بنزيما. لا بنزيما موجود، هو النهارده عندهم مباراه، والمباراه اللي فاتت كان في غيابات مندي وكارفاخال زي ما قلت لحضرتك، وهم لسه برضو غايبين. اعتقد انه هو هيلعب بالتشكيل اللي هو لعب بيه المباراه اللي فاتت ضد فالنسيا، والنهارده عنده مايوركا، فاعتقد انه ان شاء الله يعني فرصه لكولر ان هو يتفرج على المباراه ويشوف اخر مباراه ليهم قبل ما يقابلوهم في الدوري في كاس العالم للانديه. اللي بيميز كولر لو تتفق معايا كابتن اسلام ان الراجل ده بيذاكر الخصم بشكل محترف، يعني حتى احنا كنا اتكلمنا عن النقطه دي، هو كان مسافر وكان بيقول انا كنت مجهز او معايا هارد ديسك الى حد ما او سي دي وات ايفر يعني عليها كل الشغل بتاع ريال مدريد واخر كذا ماتش لعبه ونقاط القوه والضعف، واللي هو طبيعي اي مدير فني بيعمله، بس فكره ان انا بذاكر الخصم بهذا الشكل من الزوايا المختلفه وكمان بلقنها للعيبه برده ده مختلف. وده ياخدني للسؤال اللي انا عايز اساله لك من قبل خبرتك كمدرب برضو واحترفت في الخارج وكإداري، إيه اللي بيختلف ما بين المدرب المصري والمدرب الأجنبي؟ وليه لحد دلوقتي رغم أن ده موجود أصبح في منتخبات عربية كتيرة جدا فكرة المدرب المحلي أو الوطني، ليه ده مش متحقق عندنا بالشكل اللي نقدر نقول يعني كبير إلى حد ما؟ ايه اللي بينقصنا شويه؟ عندنا الدعم بيجي للراجل الاجنبي اكتر من الراجل، دعم مادي ام معنوي؟ لا المعنوي والجماهيري، يعني
فشويه لما اللعيبه او الجمهور ممكن يدي فرص اكبر ومساحه اكبر للمدرب الاجنبي ان هو ياخد وقته وانه ياخد ثقه اكتر بتبقى من المدرب الوطني. ودي حاجه يمكن دي طبيعه يعني عندنا، مع ان احنا عندنا يعني عندنا في مدربين كبار جدا وطنيين كانوا عملوا شغل كويس، صح، لكن في الاخر اعتقد انه هنا في مصر المدرب الاجنبي بالنسبه للانديه الكبيره او الانديه الجماهيريه زي النادي الاهلي بيبقى شويه يعني الايفكت بتاعه اعلى عند كفكر مختلف احترافي مدرسه او مدرسه كره قدم مختلفه. انا دايما بشوف انه الفكر والفنيات بتيجي بعد ان انت تبقى عندك شخصيه. المدير الفني في مصر الاجنبي اللي عنده شخصيه هو اللي هينجح، مش المدير الفني اللي عنده امكانيات فنيه، لان احنا عندنا فنيا احنا اللعيبه عندنا لعيبه مميزه تقدر تنفذ اي طريقه لعب او اي خطه لاي مدرب، لكن لو عندك شخصيه وكولر عنده من المقومات دي اللي هي حته شويه من مانويل جوزيه. طب الكلام اللي بيتقال ده يعني على صعيد الفرق، تمام، سواء كانت فرق كبيره او صغيره. طب على صعيد المنتخبات زي ما هو الحال مثلا في منتخباتنا الوطنيه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، فكره وجود مدربين اجانب الى اي درجه؟ على العكس، انا بشوف على العكس في المنتخب. المنتخب المصري هويته بتمشي مع المدرب الوطني، لانه احنا اغلب لعيبتنا من الدوري المصري ومش من اللعيبه المحترفين، حتى ايفن احنا عندنا لعيبه محترفين ما بيبقوش بنفس الكتره بتاعت اي منتخب زي مثلا المنتخبات اللي هي الافريقيه. بس المغرب، خلي بالك انت، المغرب دلوقتي والجزائر لجأوا للمدرب الوطني وليد الرجراجي وجمال بالماضي في الجزائر، دي يمكن مع المنطقه العربيه اللعيبه المحترفين. لكن انت بتتكلم ان انت المدرب الاجنبي شويه مع المنتخب المصري، اعتقد ان المدرب الوطني افضل. حاله المغرب المدرب الوطني عمل طفره معاهم طبعا، ده انجاز، مش انجاز ده اعجاز، يعني ان هم يوصلوا للمربع في كاس العالم دي حاجه طبعاً. مش حاجه هينه وحاجه سهله، لا، حاجه يفخروا بيها، ولازم يبقى احنا كمان عندنا هدف ان احنا ممكن نعمل كده، لان احنا دايما التارجت بتاعنا هو ان احنا ناخد بطوله افريقيا وان احنا نوصل كاس العالم. لا، احنا لو عملنا تارجت ان احنا عايزين نعمل حاجه في كاس العالم، احنا هنقدر ناخد بطوله افريقيا ونقدر نعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله. ما هو ده بيجي بقى بمنظومه كامله، يعني منظومه كره القدم، سواء هنتكلم هنا تحديدا في المغرب او بعض الدول اللي حصل طفره عندها فعلا في هذا المجال، فعلا اشتغلت على تطوير المنظومه عندها. لو هنيجي نقارن بمصر، والحق يقال برضو الاتحاد والجهات المعنية حاولت إن هي الفترة الأخيرة تعوض الخسائر اللي حصلت فكرة تغيير يعني المدرب أو المدير الفني لمنتخب مصر أكثر من مرة، والمشاهد اللي كانت غريبة جدا، بعض المشاكل الموجودة في التحكيم وغيره، فبدت إن هي تمشي بخطة وتعمل عقد يعني إلى حد ما طويل المدى، وتجيب لك حد محكم من الخارج ويطور لك هذه المنظومة، اشتغلت واهتمت بقاعدة الناشئين وغيره. طيب إحنا بنحاول، ولكن زي ما كنا بنتكلم كابتن إسلام معاك في الأول، برضو المحاولة كويسة بس التطبيق السليم هو ده أو هي دي القصة كلها. هل إحنا بنطبق بشكل سليم ولا لا؟ بمنتهى الصراحة لا، إحنا عندنا مشكلة في التطبيق طبعا، لأنه إحنا بنجيب الأجانب ويبقوا معانا، لكن ما بنديهمش المساحة إن هم يشتغلوا زي كلاتنبرج مثلا، أو إن إحنا ما دام إحنا أخدناه وإن إحنا وافقنا على إنه على تواجده وعارفين ان هو راجل مشغول او ان هو مش موجود، خلاص انت قبلت بالطريقه دي، لكن ما ينفعش الادوات اللي هو عايزها بالظبط، لكن انت ما تجيش في نص المشوار وتبدا تقول له لا انت لازم تبقى متواجد بشكل رسمي. وده زي بالظبط اللي احنا بنعمله برضو مع المدير الفني الاجنبي. احنا لازم لما نيجي نتعاقد مع مدير فني اجنبي يبقى بنجيبه على حسب الهويه بتاعتنا في اللعب، في طريقه، في اسلوبنا. احنا بنوصل ان احنا دلوقتي بنجيب المدرب الاجنبي عشان هو اللي يحط هويته علينا، ودي حاجه مش صح. احنا المفروض ان احنا عندنا طريقه لعب مميزين بيها، ودي يمكن حصلت مع كارلوس كيروش، ان هو لما جه كان بيلعب بطريقه 4-3-3 مثلا، وانت عندك اغلب لعيبتك حتى اللعيبه المحترفين بيلعبوا بطريقه 4-2-3-1، فبقيت عندك مشكلة كبيرة جدا في ان انت لغيت اللعيب اللي بيلعب رقم 10، وانت اكتر لعيبة عندك مميزة كانت في المركز ده او في التلاتة اللي تحت طبعا الاسترايكر، اللي هم زي تريزيجيه، زي محمد صلاح،
زي عبد الله السعيد واتيفر اي اسم موجود من الناس اللي هم بيبقوا موجودين في اللاين اللي تحت الاسترايكر. عندك افشه، عندك حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، احمد عبد الله، كل الولاد دول كانوا يعني كانوا عندهم القابليه ان هم يلعبوا في المركز ده. انت لما بتلعب بالطريقه دي بتلغي تواجد اللعيبه اللي هم اقوى مراكز عندك في الدوري المصري او في المحترفين المصريين. ليه في مشاكل شبه ثابته عندنا في المنظومه الكرويه بقالها سنين، وبنقعد نتكلم ونقول حاجات كتير ونبدي اعتراض وبتاع ومفيش حاجه بتتحل؟ عشان احنا بقول لحضرتك ان احنا ما حطيناش السيستم اللي بنمشي عليه كلنا. احنا كل واحد بيجي يبدا من الاول ويقول ان اللي قبليه كان وحش فانا هبدا الصح، مع ان احنا لو مشينا ان احنا بنكمل شغل بعض ويبقى في قصص عند النقطه اللي قبلنا وقف عندها بالظبط، نكمل ونبدا نشتغل عليه. ده اللي ممكن يخلينا نتقدم، واحنا مش بعاد، لان احنا عندنا الامكانيات والمقومات اللي تخلينا ان احنا نبقى موجودين دايما في الصف الاول. وتهيئة البيئة السليمة برضو، يعني ما نيجي نتكلم عن البيئة الرياضية، لا يعني في مشاكل كتيرة، يعني حدث ولا حرج، معلش أنا صريحة، عندنا مشاكل كتيرة جدا. فلما أجي أتكلم عن هذه البيئة اللي أنا بستقطب فيها محترفين أو أجانب عشان يدوني الخبرات بتاعتهم أو حتى محليين، وما يلاقيش البيئة المناسبة أنه يشتغل، ما هو برضو مش هيشتغل. ما هو الراجل دلوقتي كلاتنبرج، أنت ده أزمة كبيرة حصلة، احنا شايفين يعني. طبعا اللي بيقولوا في الصحف العالمية احنا لا يليق ابدا. احنا عندنا مشكله في ان احنا ما عندناش ليميت في لما بنيجي نختلف. يعني ممكن نوصل ان احنا بنتطاول وان احنا وندكب نفسنا الغلط يعني طبعا. لكن ايفن حتى احنا على السوشيال ميديا اللي هي دلوقتي بقت كل الناس عندها المساحه ان هي تتكلم ولا تكتب، احنا ما عندناش ليميت في ان احنا ننتقد ولا يبقى بنقول حاجه تفيد الشخص او تفيد المنظومه على قد ما احنا ممكن نجرح في بعض. حتى غير الليمت اللي ساعات بيبقى مفقود، حتى المنطق بيبقى مفقود في كتير جدا من الاحوال. طبعا طبعا، لانه مش فاهم ده لمصلحه مين ان الوضع يبقى على ما هو عليه. خلي بالك، لانه برضو ما فيش سيستم للحاجه دي، او ما فيش نظام ازاي نكتب حاجه على فيسبوك او على تويتر او على احنا بره في اي، بلاش نقول بره، خلينا في المنطقه العربيه. لو واحد بس كتب لفظ يعني خارج، ولا تطاول على حد، ولا صور حد بطريقه هو مش من حقه، انت يبقى في محاسبه وعقاب رادع يعني. ففي الاخر احنا مش عايزين نعاقب، ولا عايزين نوصل ان احنا واحنا بننتقد ننتقد نقد بناء، نتكلم في الحاجات اللي هي تفيد، ما نخشش للامور، ما نتطرقش للامور الشخصيه اللي هي مش بتاعتنا. انت مالكش دعوه انا بعمل ايه، او انا حياتي الشخصيه انت مالكش دعوه بيها. يعني احنا صحيح. احنا بنتكلم في الحياه الرياضيه وبنشتغل على الحياه الرياضيه، هو ده اللي احنا نتكلم فيه. طيب لو هتكلم معاك في النقطه اللي ذكرتها، فكره قاعده الناشئين والاكاديميات وغيره، لازم يكون اساس زي ما حضرتك ذكرت فكره هنا اختيار المدرب اللي هو عنده القدره اصلا يطور، سواء هنا الفنيات بتاعه الطفل الصغير او حتى على الصعيد النفسي، ان هو يعد بطل رياضي، يعد نجم بعد كده ان هو ينضم سواء لنادي كبير او لمنتخب. هل ده بنسبه كام ممكن ان هو يكون بيتم عندنا؟ ولو بيتم بنسبه قليله، طب الحلول ايه برضو كابتن اسلام؟ لا، بيتم بشكل عشوائي. عشوائي يعني مش منظم. يعني احنا بتلاقي في قطاعات ناشئين مثلا بتهتم ازاي تطور مدربينها، ازاي تخلي مدربينها مؤهلين ان هم يتعاملوا مع الطفل الصغير، يجيبوا كوادر تبقى ناجحه تقدر يقدروا يطوروها على وهم شغالين، ازاي بتطورهم ان انت تدي لهم الفرصه ان هم يحصلوا على الدورات والرخص. خلي بالك، انا ما بقولش ان الرخص هي اللي بتخلي المدرب كويس، لكن الرخصه دي اللي بتديك الاحقيه او تديك ان انت تقدر تشتغل، زي كده رخصه السواقه يعني. فانت لو مش معاك رخصه ما تقدرش تسوق العربيه، نفس الكلام اللي هي مزاوله المهنه. لكن ان انت لازم تحصل على الرخص التدريبيه دي بتديك افضليه في ان انت تبدا تطلع من سن ان انت بتدرب فرق البراعم لفرق الناشئين لفريق السكن تيم. لانه المفروض ان كل مدرب
يحصل على الرخص دي عشان يبقى مؤهل انه يمسك حاجه من الفرق دي. يعني ما ينفعش ان احنا نجيب زي ما بنعمل هنا انه لعيب بيبطل يشتغل يبقى فدي مش مقبوله، غير ان احنا لازم ماشي مقبوله ان انت تديله المساحه دي، لكن في نفس الوقت لازم تديله تايم لاين ان هو او تايم ليميت ان هو يشتغل على نفسه انه يطور نفسه بالحاجات دي. ف حاجه مهمه جدا هي قطاعات الناشئين ان احنا نبدا او ان احنا نشتغل عليها بشكل كويس وشكل صحيح. منظم، لان الحاجات دي كلها خلي بالك بقت الزاميه على اي نادي ان هو يبقى واخد رخصه نادي محترف. يعني لازم يبقى عندك قطاع ناشئين بمواصفات معينه بستاف معين، عندك اكاديميه، عندك قطاع براعم بعدد لعيبه معين، بمدربين بشكل مؤهل ان هم يتعاملوا مع البراعم، عندك اكاديميه خاصه اللي هي بتدر المال او بتخلي عندك بتجيب بتعزز الموارد الماليه، لان كل الحاجات دي فيفا بقت بتلزم الانديه ان هي تبقى عندها. خلي بالك دايما بقول للولاد الصغيرين وبقول للمدربين او بقول للمدربين دايما انت المدرب، انت الايدول بتاع الولد، انت مثل اعلى، انت ممكن طبعا. الولد بيقتنع بكلامك اكتر من باباه ومامته او والده ووالدته، فانت لازم تبقى نموذج في كل كلمه بتقولها، في كل حركه، في كل توجيه، في كل اسلوب، في التزامك، في انضباطك، فانت لازم تبقى ايفن حتى في شكلك، يعني انت لازم تبقى حتى بريزنتبل، لانه الولد في السن ده بيبقى شايف المدرب بتاعه ان هو طبعا. هو المثل الاعلى يعني. طبعا. طب انت في ضوء اللي انت بتشوفه مع المدربين في قطاعات الناشئين المختلفه واللي بتشوفه في قطاعات الناشئين نفسها، كواليتي اللعيبه الناشئين اللي انت شفتهم الى اي درجه انت مطمن على المستقبل في ضوء اللي انت شفته معاهم او شفته منهم؟ في الفترات اللي فاتت كنا مميزين جدا في حته الناشئين، يعني اللي هي لما كان شويه احنا دخلنا كلمه عدد اللعيبه والاستثمار في مصر دخلناه بشكل تجاري بحت، تجاري ومش بالنظام اللي المفروض نمشي عليه، فده يمكن اثر على اللعيبه. لكن انت عندك ميزه كبيره جدا ان انت عندك قاعده كبيره جدا من اللعيبه، انت عندك عدد لاعبين لو قارنته باي بلد من اللي حوالينا زي الامارات او زي السعوديه او زي الكويت او زي قطر، انت عندك تعداد بيني وبينك لازم ينتج عنه كده ده بالظبط. فانت عندك المساحه انك تقدر تنتقي وتختار لعيبه مؤهلين ان هم يمثلوا منتخب مصر ويمثلوا انديتنا. ف يعني اعتقد تاني انا كل شويه اتكلم في حته ان احنا لازم يبقى عندنا نظام، لازم يبقى عندنا رولز، لازم يبقى عندنا هو الاساس فعلا من اول من 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 A to Z يعني عشان نبقى ماشيين صح. كابتن اسلام الوقت للاسف جري، بس بجد نورتنا واستفدنا كمان بخبرتك اكيد المختلفه، سواء هنا بنتكلم في الاداره او حتى يعني على مستوى اللعب. ان شاء الله نتقابل مره ثانيه، ويا رب يا رب نعدي عقبه يوم الاربعاء على خير باذن الله، لاننا نقدر مش حاجه برضو مستحيله، والواحد مش حلو ابدا ان هو يقلل من نفسه زي ما بنقول دايما، ويمكن الكلمه اللي قالها زميلنا كريم احمد يعني قال لك احترم المنافس لكن ما تخافش منه، ودي نقطه اعتقد مهمه جدا. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ومبسوط اني كنت معاكم، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نلتقي وللحديث بقيه باذن الله. طيب احنا هنطلع فاصل لحضراتكم ونرجع عشان نتابع بقى مع حضراتكم الفقره الطبيه المسجله اللي نورتنا فيها الدكتوره دينا ابو السعود، خليكم معانا.